نادف. لقد عاد للجليل كائنات الظلام. ما كانش ينفع ما روحش الموسم الاول. نادر فودة قتله الشغف. نادر فودة قناة احمد يونس على يوتيوب. كائنات الظلام صاحبي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الموسم الاول. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ الموسم الاول. نادر فودة. نادر فودة من قلب الرعب. كائنات الظلام. نادر فودة الموسم الاول. نادر فودة قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. انت ما دفنتنيش ليه؟ سيب البيت يا ايبون. أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. بتبدأ باتصال تليفوني جالي من مدير المباشر. ألو، أنا محتاج تحقيق على 4 أو 5 حلقات للعيد فورا. مش محتاج منك بقى لا تخوض لي في تجارب ولا مغامرات. أنا كل اللي محتاجه منك توثيق لشوية مواضيع. يا ريت يا نادر لو تستشهد بشوية روايات لناس حصل لها شوية مواقف. وصلت؟ طيب يا فندم، تحت أمرك. هيكون عند حضرتك خلال يومين. أنا نادر فودة، أنا الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. خلال الكام حلقة الجايين على الأيام المتتالية اللي جاية النهاردة وبكرة وبعده طول أيام العيد، هيكون عندنا تحقيقات أنا هدخل فيها وهجيب منها شوية أحداث وقصص وهنقلها لكم زي ما بنقلها للجريدة بالظبط. هديهم هم النسخة المكتوبة وإنتم هديكم النسخة الصوتية. وأول تحقيق هنشره في الجريدة اسمه شاهدوا الجن. هم مين وشاهدوا ازاي ولما شافوا الجن كان ايه؟ خلينا اقول لكم ان انا بدأت اشتري مجموعة كتب، بعضها مجهول الهوية وبعضها من سور الأزبكية وبعضها ليه مرجعية، الغالب كلهم قدام جدا. مش هخبي برضو، فتحت شوية ملفات سرية لأحمد يونس علشان اجمع شوية المعلومات اللي هقولها لكم النهاردة. قبل ربنا ما يخلق الانسان ويخلق آدم، كان في شعوب كاملة من الجن عايشة على الارض. كانوا عايشين نفس الحياة تقريبا اللي احنا عايشينها دلوقتي، لكنهم افسدوا. معرفش نفس الفساد اللي احنا بنفسده دلوقتي ولا اكتر مننا، وارتكبوا الجرائم وقتلوا ومعمروش في الارض زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرهم. وبالتالي خلق الانسان احنا علشان نعمر الارض. ومن هنا بدأت العداوة والضغينة بين الجن والانس من اللحظة دي. كل المعلومات اللي هسردها لكم النهاردة مصدرها كتب موثوق فيها وقرآن كريم والسنة من صحيح البخاري ومسلم وتفسير ابن كثير والقرطبي والطبري. وزي ما قلت لكم بعض الكتب اللي بحثت فيها عن عالم الجن وطرق تحضير وسرد، والكتب دي كانت بتسرد تجارب حقيقية للتحضير وبعض السحرة والمعالجين الروحانيين وبعض التائبين اللي حكوا عن الحاجات دي. أكمل لكم المعلومات. الجن مخلوق من نار، جسمه كتلة واحدة، ما عندوش أعضاء زينا، يعني ما عندوش كبد وكلى وقلب، لا لا، هو كتلة واحدة على بعضها. درجاته من درجات النار: أصفر، أحمر، رمادي، أسود. زي ما احنا من البشر مخلوقين من الطين، ففي درجات ألواننا كلها مشتقة من الطين: أبيض وقمحي وأسمر وسمار بدرجاته المختلفة. بحسب الروايات اللي لقيت معظم الكتب اللي أنا جبتها مجمعة عليها، إن في أنواع من الجن
حسب الشواهد اللي اتقالت، في نوع من الجن بيقول لك ليهم رؤوس أشبه برؤوس الحيوانات، ممكن تكون رؤوس كلاب وأجسام بشرية، أقدام أشبه بأقدام الماعز، وبعضها أقدام الطيور. نوع من الجن عينيه زينا بالظبط، ونوع من الجن بيكون عنده عين واحدة وساعات أكتر. وشوشهم قريبة الشبه من وشوشنا لكنها أطول شوية. نوع تاني شبه البشر ولكنه بيغلب عليه الشعر الكثيف جدا وقصر القامة، ودول بيقولوا بيأكلوا أي حاجة من طعام البشر، ولكنهم بيكرهوا وبيمتنعوا تماما عن تناول أي حاجة فيها ملح، لأن الملح من أساسيات طرد الجن. أعمار الجن من الكتب اللي دورت فيها في البحث بتوصل لألف ومئتين سنة. مرحلة الطفولة عندهم متقسمة تقريبا من 60 لتسعين سنة الأولى، من 90 لمئتين وخمسين سنة المراهقة، بعد كده مرحلة النضج، ثم مرحلة الشيخوخة. إبليس كبير الشياطين هو الاستثناء الوحيد في الأعمار دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر له يعيش حياة أبدية. عدد الجن أكتر من البشر بمليارات المرات، مش بس عشان طول أعمارهم وقدرتهم في التكاثر، ولكن كمان مش بيعيشوا على الأرض وبس، في بيعيش على الأرض وتحت الأرض والبحار والأنهار، وفي منهم الجن الطيار. لسه بكمل التحقيق الأول لجريدة عمق الحدث، وزي ما اتفقت معاكم أنا سلمتهم النسخة الورقية وبسلمكم أنتم النسخة الصوتية. بتختلف قدرات الجن، في منهم اللي عنده قدرة على الطيران وسمى الجن الطيار، ودول عددهم أكبر عدد من الجن. وفي الجن الزاحف اللي بيشبه الزواحف وبيغلب عليه شكل التعابين، وفي نوع تاني بيتمثل على أشكال القطط والكلاب وأي حاجة بتمشي من دواب الأرض. ده تصنيف. تصنيف آخر اتقال إن الجن ليه ست أنواع مسماة. الجن الضوئي ويقال عنه هو من أقوى أنواع الجن، شكله يشبه الإنسان لحد كبير، عدده أقل بباقي أنواع الجن الآخر. الجن القمري من أكبر قبائل الجن، عددهم كبير جدا، مقاتل شرس وقوي جدا، ملامحهم كلها بتشبه بعض. الجن الناري، وده النوع الثالث. في بداية خلق الجن بيقال إن ده كان الجن السائد في خلق الجن، ومنهم إبليس وأولاده وأتباعه. عدد الجن الناري كتير، بيمثلوا أكتر من نصف عدد الجن بالكامل، بيندرج منها فصيلة الأبالسة وعبدة النار، ويسيطر عليهم اتنين من نسل إبليس. بيعد الجن الناري من أكثر فصائل الجن رعبا، وأكثرهم قوة وصلابة وقدرة تحمل، وعندهم شر دفين لا يمكن السيطرة عليه، منهم المرضى والعفاريت، وبيتميزوا باختلاف أعداد العيون في الوجه من شخص أو من جن آسف للجن آخر. قد تصل عدد العيون في وجه الجن الواحد منهم لأربعين عين، أما عدد الأذرع فقد تصل لست أذرع، زي الحاجات اللي بنشوفها في الأفلام. كل ده مشتق من المعلومات دي. الجن الناري الأجسام ضخمة، الطول فارق شديد، مفيش فيه أقزام، مفيش فيه قصير. الشكل اللي بنشوفه دايما للشياطين وجود القرون موجودة في بعض من الجن الناري. يتميز هذا النوع من الجن الناري بالعند والتكبر، ودي الصفة اللي بتميز إبليس واللي احنا كلنا عارفينها، الكبر. يسكنوا دوما الكهوف، الأودية، أجواف البراكين، أسطح المنازل المهجورة، الأماكن الحارة، وينتشروا بشدة وبقوة في الخليج. النوع الرابع في التصنيف اللي معانا هو الجن المائي، وبيقال عنهم هم جن العلماء والأطباء، متوسطين الحجم، متوسطين الطول. نادرا لما بيحصل مس من هذا الجن للإنسان لأنه عايش على طول في المياه. نروح للنوع قبل الأخير، الجن الأرضي أو الترابي، وده اللي بيسكن الأرض فوق الأرض أو تحت الأرض، وبيتنقل بسرعة تحت الأرض من خلال الشقوق والفراغات، وبيحفر أنفاق طويلة تحت الأرض بيتنقلوا من خلالها. في سيبيريا عثر على عدد 3500 نفق غير معلومي المصدر، مش معروف مين اللي حفرهم، وكانوا محفورين بشكل منظم ومنسق جدا، والنفق كان اتساعه رهيب،
فضلوا يبحثوا ويدوروا إن المنطقة دي ما دخلهاش أي آلات حفر، ولكن توصلوا في النهاية إن اللي حفر هذه الأنفاق تحت الأرض هم قبائل وفصائل من الجن الأرضي. شكله قبيح، قصار القامة، قد يصل لطول الأقزام، كثيفي الشعر. هم أكثر نوع يتعرض للإنسان ويمسه. بعض القبائل من النوع ده بتحاول إنها تلاقي أجساد تتغذى عليها، أشبه بالطفيليات، بيعيشوا فعلا فيها ويتغذوا عليها ويحولوا أصحابهم لمجاذيب أو مجانين. النوع الأخير هو الجن الهوائي، ويسمى أيضا بالجن الطيار لقدراته الفائقة على الطيران. هو يعتبر من أضعف أنواع الجن وبعدها عن الشر، لأن قدرته على التحمل لظروف الجو صعبة جدا، سواء البرد أو الحر أو المطر. في كتاب آخر من الكتب اللي معايا مفرق ما بين القرين والعفريت والغول. القرين يوكل للإنسان من وقت ولادته لحد وفاته، دوره الوسوسة بعمل الشر والبعد عن الخير. القرين ملوش سيطرة فعلية على الإنسان، ولا يقدر يؤذيه في الغالب مش في المطلق. ملوش أعراض زي أعراض المس، هو موجود وملازم لكل واحد فينا من غير ما نحس بيه. في نوع من القرين، عشان احنا قلنا من شوية في الغالب مش في المطلق، نوع مؤذي بيسبب الحزن والاكتئاب والبكاء بدون سبب، فقد الشهية، الشعور بالخمول والصداع والكسل في معظم الأحيان. القرين المؤذي بيتم التغلب عليه بالذكر وبالصلوات وبالقراءة من الكتب السماوية. ده القرين. نروح للعفريت. هو من أكثر أنواع الجن ذكاء ودهاء ومكرا، ويطلق عليه في مراحل السن المتقدمة الغول. وزي ما احنا عارفين ان عفريت من الجن هو اللي عرض على سيدنا سليمان انه يأتي له بعرش بلقيس ملكة سبأ. اما المارد، المارد هو اقوى انواع الجن، قوة ونفوذ، ولكنه اقلهم ذكاء، يتميز بضخامة الجسد وصغر حجم الرأس، وفي الغالب معظم المردة بيكونوا من الشياطين. ده التحقيق واللي انا هقدمه او قدمته في الجريده. وبعد كده بدات اجمع روايات. اول روايه معايا بيحكيها واحد بيقول انت تم انتدابي للعمل في احدى القرى البعيده. لما وصلت لقيت ان المدرسه والسكن الخاص بينا في مكان بعيد عن القريه بمسافه كبيره. استلمنا السكن، وكان وقتها بستخدم فانوس للاضاءه شبه اللمبه الجاز يعني. ولما جيت انام على السرير كنت بحس ان في نفس جنبي. أكتر من مرة أجي أنام على السرير ألاقي السرير دافي، السرير سخن كأن في حد كان لسه نايم عليه. مرة قمت من على السرير علشان أشرب ورجعت لقيت السرير متنظم وكأن ما كنتش نايم عليه أصلا. الحاجات دي كلها كانت بتعدي وبفوت وبكبر دماغي، لحد ما في مرة سمعت صوت واحدة ست بتقول لي أنت حسيت بيا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو في إيه؟ وأنا بيتهيألي ولا إيه؟ بقول لك انت حسيت بيا؟ ايوه بس انت مين؟ بيقول مد ايده وطلع المصباح اللي بيستعمله لانه ما كانش عارف يجيب اي وسيله اضاءه تانية، لان السكن كان لسه الكهرباء ما دخلتوش او منقطعه لسبب ما الله اعلم بيه. لسه بيجيب المصباح وهينوره لقاها بتقول له لا ما تشغلش اي حاجه، اطفيه. كان بالفعل نوره، لقى ايد اتمدت على الفانوس اللي معاه وطفت النور بتاعه. بيقول فضلت اصرخ ومحدش سمعني. سمعتها بتهمس وبتقول لي مفيش سبب يخليك تخاف مني، انا موجوده هنا من قبلك، انا مش مؤذيه، انا مش هعمل لك حاجه. ولو عاوزني أمشي همشي. اللي حصل أنه فقد الوعي لتاني يوم الصبح، ما راحش شغله وزمايله راحوا السكن، لقوه لسه غايب عن الوعي. فوقوه حكى لهم على اللي شافه، قالوا له المنطقة دي من أكتر المناطق اللي بيحصل فيها مشاهدات للجن، وخصوصا بالليل لأنها منطقة مهجورة،
واللي انت شفتها دي واحدة من آلاف الجنيات اللي بتظهر هنا. يكمل ويقول انا سبت الشغل وسبت السكن ومشيت من المكان لاني ما عنديش استعداد ولا قدرة ان انا اتحمل حاجة زي كده. القصة التانية شاهد بيحكي عن والده اللي كان بيعمل في رعاية الأغنام. كان بيرعى الأغنام في مرة على قمة جبل موجود في القرية بتاعتهم. كان والده راجع بالغنم واكتشف إن في واحدة مفقودة. رجع بسرعة تاني للجبل لوحده يدور عليها، ما لقاهاش. بيقول إن هو في رعاية الأغنام دايما بيستخدموا أحيانا للعصيان أو أحيانا بعض الزلطات والطوب علشان يوجهوهم يمشوا يمين أو شمال، فبيقول هما متعودين على صوت الحصى والزلط اللي أنا بحدفه، فبدأت أحدف الزلط والطوب ده لعل وعسى هي تسمعه فتيجي. بيقول سمعت صوتها، صوت العنزة اللي كانت مفقودة. فضل يبص يمين شمال مش شايف. بعدها ظهرت، بيقول ظهرت وكانت عينيها بيضة ممسوحة تماما. شكلها مخيف. بيقول أنا معرفش إزاي أخاف من خروف أو العنزة دي، لكن شكلها فعلا كان مخيف. وطلعت تجري وسابته. بيقول دي أمانة وكان لازم في الآخر لازم أخدها علشان أرجعها لأصحابها. مشيت وراها، دخلت في منطقة فيها شجر كثيف جدا. دخلت وراها ومجرد ما دخلت لقيت ناس موجودة، هما مش بشر، هما بيتميزوا الجسم نحيف قوي طوال جدا. وهي أول ما دخلت قعدت في وسطهم. بيقول أصبت بالفزع الشديد، لكن سمعت صوت واحدة منهم بتتكلم وبتقول لي أنت أصبت وأذيت ابني وأنت بتحدف الزلط اللي حدفته ده. بيقول قلت لهم أنا ما كنتش أقصد، أنا ما عرفش أنتوا مين أو أنتوا إيه. فكان الإجابة إحنا عشيرة من الجن وأنت أذيت ابننا ولازم يكون في عقاب. بيقول كنت متخيل ان العقاب ان هم يأذوني، فاكتشفت ان هم العقاب ان انا سلمهم العنزة المفقودة دي كطردية، فوافقت وسابوني امشي. ابنه بيقول لي بعد تدخل في الحوار وبيقول لي اتفاجئنا بوالدي داخل وشه اصفر جدا وبيترعش وفي حالة غير طبيعية، وفضل يهزي بكلمات مش مفهومة عن انه شاف جن وشاف عفاريت وشاف ام العفاريت او ام الجن، وفضل عنده دور أشبه بالحمى لمدة 3 أيام. لفينا بيه على الأطباء والدكاترة مفيش حد عالجه. اقترح علينا أحد الجيران إن احنا نوديه لشيخ من المشايخ لأنه واضح إنه حصل له حاجة. الشيخ قال إن بالفعل الوالد حصل له حاجة غير اعتيادية، كشف عنه غطاء وستر وشاف عالم الجن ودخله بنفسه، ولكن حظه كان كويس لأنه من الواضح إنه دخل في وسط قبيلة وعشيرة من الجن غير مؤذية، واكتفوا بالطردية لأنه الأذية واضح أنها ما كانتش كبيرة وأن الابن الجنية ده لم يموت. فهم اكتفوا بالطردية بأنهم ياخدوا العنزة دي فقط. من وقتها والدي اتحسن الحمد لله، لكنه توقف تماما عن رعاية الأغنام. الرواية اللي بضيفها للتحقيق اللي بقوله لكم النهاردة وبسلمه الجريدة عمق الحدث بتحكيها إحدى السيدات اللي بتقول القصة بدأت سنة 1990. كان عندي وقتها 10 سنين، كنت متعودة أنام دايما جنب جدتي، بس حصل حاجة في فترة وفضلت تتكرر كتير. كنا كل ما نطفي كل أنوار البيت في أوضة معينة الإزاز بتاعها يبين من جوه أن الأوضة منورة تاني. أدخل الأوضة ألاقيها مطفية، أقفل الباب وأطلع مجرد ما أتحرك ألاقي نور الأوضة منور، واروح مرة والتانية والتالتة، وفي مرة من المرات الباب ما كانش بيتفتح. كنت بفتح الباب وزقه يترزع تاني ويتقفل في وشي كأني في حد جوه مش عاوزني أدخل. أقنعت نفسي إن ده نوع من أنواع الخداع البصري وخلاص، تنور ما تنورش أنا مليش دعوة، وما بقتش أدي الموضوع اهتمام. لكن بعد 3 أيام كنت نايم على السرير وقلقت
بصوت حد بيناديني باسمي. فتحت عينيا إذا بي أفاجأ بوش لازق في إزاز الشباك. وش موجود ولازق في إزاز الشباك كله. عارفين لما الوش حد يضغط وشه في سطح إزاز الملامح بتبقى غريبة وشكلها مش مفهوم وما تعرفش تحدد ده إيه أو ده مين. بتقول أنا كل اللي جه في بالي إنه حرامي. حرامي جاي يسرق البيت. صرخت. جم أهل البيت كلهم يجروا فبقول لهم قالوا لي حرامي إيه اللي يدخل على شباك متعلق في الدور الرابع؟ ده شباك، دي مش بلكونة حتى. أيوة صحيح. إزاي؟ اليوم اللي بعده اتكرر نفس المشهد. استخبيت تحت الغطا وفضلت أتراش وأنا حالتي صعبة جدا واختفى. بعدها بليلتين صحيت على نفس القلق. بصيت على الإزازة على طول ما لقيتش حاجة. طمنت لكني لقيت في نور خافت من تحت السرير اللي أنا نايمة عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مديت راسي بالراحة ونزلت نص جسمي وبصيت تحت السرير. عينين اتنين منورة بيشعوا نور شكلهم مخيف. مش شايفة دي عينين مين ولا عينين ايه. صرخت وخرجت تاني برا الأوضة وعمال افتكر اي قرآن من اللي انا فاكرة اقوله لكني مش فاكرة اي حاجة. اتهمت برضو ان انا بخرف او بيتهيألي او بشوف كوابيس. بعدها بقيت اسمع ابواب البيت كل ما ادخل الأوضة بتتفتح وتترزع والشبابيك بتتفتح وتترزع. والدي جاي من السفر في الوقت ده. اول ما شافني قال لي انت خسيتي ازاي ده كله؟ مالك في ايه؟ حكيت له اللي حصل وانا منهار. فقرر انه يوديني لمعالج روحاني وبدا يقرا عليا من القران. فضلت اصرخ اصرخ وحس ان القران بيقطع في لحمي وفي جسمي. رحت له اكتر من 10 مرات وبعدها بقيت كويسه. كل اللي قاله في الاخر لما انا خفيت وسالته انا كان عندي ايه، قال لي انت شفتي الجن واللي بيشوف الجن بيحصل له حاجة من حاجات كتير، يا بيصاب بلوثة عقلية او بيصاب بحزن واكتئاب دائم او بيحاول يتواصل معاه وبيخوض في هذا العالم او لا قدر الله ممكن يحصل حاجات ابشع من كده. فاحمدي ربنا ان الموضوع اتلحق بسرعة وما حصل لكيش اكتر من كده. قلت له بس انا عمري ما سعيت ان انا اشوف جن ولا عاوز اشوفه. قال لي مش كل الناس اللي بتشوف الجن بتبقى بتسعى لده. هو ستار وحاجب وحاجز ايضا بيننا وبينهم، ستر ممكن يتكشف وممكن ما يتكشفش. احيانا بنكون احنا السبب في كشف هذا الستر واحيانا بيكون هم. ده التحقيق الاولاني اللي سلمته للجريدة، تحقيق شهاده الجن. لسه في عندي حوالي 3 أو 4 تحقيقات مطلوب ان انا اسلمها هي كمان. بعد ما بحثت وسجلت مع ناس في الحلقة اللي فاتت شاهدوا جن بأشكال مختلفة، اتفاجأت بتعليقات وقصص رؤية جن مخيفة جدا. هبدأ أجمعها الفترة اللي جاية وهبعتها لأحمد يونس علشان أكيد هتفيدوا في الرعب والقصص اللي بيقصها عليكم واللي هو انفرد بيها دايما في عمله الإذاعي. وهتناول معاكم فيها زواج الجن من البشر والعكس. مبدئيا نظام الحياة عند الجن معقد جدا، متقسمين لقبائل وكل قبيلة بيحكمها ملك والقوة هي اللي بتحكم. مفيش حاجة اسمها ديمقراطية، مفيش حاجة اسمها شورى. يعني بدون سخرية اللي أنا شايفها أو سمعها دلوقتي منكم، هم مش زينا. يعني الديمقراطية اللي عندنا ما عندهمش زيها، هم طبعا ديكتاتورية مطلقة. يعني المهم الأمر بيقال من ملك القبيلة وبيتم تنفيذه على الفور، ولو ما تنفذش العواقب وخيمة جدا لدرجة إن ممكن يحصل نفي واختفاء للجن اللي يرفض تنفيذ الأوامر. عندهم قضايا وعندهم محاكم زينا.
في نقطة على فكرة أنا غفلت عنها الحلقة اللي فاتت أحب أضيفها، حصلت عليها من موسوعة صدرت سنة 1910 عن الجن، بتتكلم عن كل حياة الجن والعشائر والقبائل تفصيلا. النقطة دي بتقول إن في كتير من الجن أشكالهم بتشبه البشر، لكن أشكالهم وملامحهم مش بشرية على الإطلاق. الأذن بتشبه لحد كبير أذن الحصان، العين بتكون ما بين بيضاوية أو مستطيلة، بيخرج منها نور أو شعاع أحمر، لكن لون العين نفسه زي لون عين البشر العادية. الأنف في نص الوجه زي البشر، لكنه بيختلف شكلا عن الأنف البشري وبيميل للاستدارة. الشعر كثيف جدا وطويل جدا عند الإناث، وبتقاس نسبة جمال أنثى الجن بمدى طول شعرها اللي بيكون ماشي وراها على الأرض أو مجرجر على الأرض. أما الذكور فمعظمهم صلع مفيش شعر، ولكن الجسد كثيف الشعر جدا جدا. الإيدين والرجلين أطول بكتير من البشر، في حوافر مدببة وحادة جدا. الأقدام حجمها كبير جدا والصوابع مدببة، بيخافوا جدا من المردة اللي هما مردة الجن العتاولة يعني، وبيعملوا لهم ألف حساب لأن المردة دول بكل سهولة تقدر تأذي أي نوع من الجن. شكل الحياة عندهم بدائي جدا، شبه الحياة في القرون القديمة. في منهم عايشين في قصور فخمة جدا تحت الأرض، وعندهم تحف ومقتنيات ومجوهرات ثمينة، لكن مفيش تقدم زي التقدم التكنولوجي والحاجات اللي عندنا. الموسوعة نفسها ذكرت أن الجن بيستخدم الجلود في صناعة الملابس، وبيستخدموا الحجارة الكبيرة في بناء البيوت. واستشهدت كمان الموسوعة دي وقالت أن في بعض المشككين قالوا أن بنات الأهرامات هم الجن، لأن الجن بيستخدموا الحجر الكبير في بناء البيوت الخاصة بيهم. مصادر الناس دي إيه أو الموسوعات دي أنا مش عارف، لكن أكثر من مصدر بيقول نفس القصص ونفس الروايات. ربنا سبحانه وتعالى حجب عنا الجن ومش بنشوفهم، إلا إنهم بيشوفونا، وده سبب وجود الجن العاشق من الذكور أو الإناث. بيعجبوا بينا زي ما احنا بنعجب ببعض بالظبط، وبيحصل حب وحالة من العشق. الحقيقة إن آراء كتير أجمعت إن الجن والإنس ما ينفعش يتجوزوا بأي شكل من الأشكال، لأن ده كائن ناري وده كائن من الطين. ولكن على الجانب الآخر ما ننكرش إن في حالات عشق ما بين الجن والبشر حصلت كتير، وبعضها وصل للجواز ما بين الجن والإنس، وأصحابها حكوا عنها كمان. وحتة أن أصحابها حكوا عنها هي دي اللقاءات اللي أنا أجرتها وكتبتها وسجلتها لكم صوتيا عشان تسمعوها من خلال الحلقة. والبداية مع يحيى. يحيى بيقول: جدي طلب مني حراسة البيت كذا يوم لحد ما يرجع من المدينة، وكان البيت في منطقة معزولة ومهجورة وكنت لوحدي. استغلت الفرصة وشغلت الكاسيت بأعلى صوت على أغنية بحبها جدا، كنت فاتح الشباك على أساس إن مفيش حد هينزهك حوالينا أو حاجة. الشباك فجأة قفل واترزع، جريت فتحت الشباك وبشوف مين اللي قفله من بره، مفيش. فضلت على الحال ده يوم أو اتنين. اليوم الثالث شغلت نفس الأغنية ودخلت المطبخ أجيب أي حاجة أكلها، ورجعت لقيت بنت واقفة جنب الكاسيت. بنت في منتهى الجمال، شعرها طويل جدا وواصل للأرض. اترعبت، أيوة خفت، جت منين دي؟ قربت منها علشان اتأكد انها حقيقة. ابتسمت وقالت لي: ما تخافش. ما خافش ازاي؟ انت مين ودخلتي هنا ازاي؟ من غير ما تخاف، انا مش انسية، انا من الجن. مع الكلمة دي أنا فقدت الوعي وقعت من طولي. لما فقت لقيتها واقفة لسه في مكانها وأنا واقع في الأرض. صرخت وقلت لها: أنت مين؟ أرجوك ما تأذنيش، بالله عليك أنا ما عملتش حاجة. أقسم لك ما هزيك، أنا سمعت صوت الأغنية اللي أنت مشغلها بشكل متواصل بقالك 3 أيام، ومن كتر ما سمعتها عجبتني وجيت أسمعها معك. ولو في الإمكان إن احنا نتعرف على بعض. بدأت تحكي لي عن عائلتها وعن أسرتها وعن حياة الجن. في الأول أنا كنت متخوف، بعد كده بدأت أتكلم بعد ما سمعت وبدأت أخد عليها وتعود عليها. اسمها رابيل، اطمنت لها وتعودت على وجودها. ولما جدي رجع ورجعت البيت، بقت تجيه للبيت وبقينا بنتفق على مواعيد معينة نتقابل فيها. حبتها، وهي قالت لي كمان انها حبتني جدا، وقالت لي
لو عاوزني ابقى معاك على طول لازم نتجوز. قلت لها هو الجن ينفع يتجوز من البني ادمين؟ قالت لي ينفع بس لو جيت تعيش معايا. قلت لها لا انا مش هينفع اسيب امي ومش هينفع اجي عندكم، انا اخاف. انتوا بتيجوا عندنا انتوا ما بتخافوش لكن انا اخاف اجي عندكم. وبعدين انا اسمع ان انتوا شكلكم مش كده وفي اشكال مخيفة عندكم. ايوه في اشكال عندنا مش زيكم اكيد، وفي اشكال مننا مش شبهكم. يا ربيل انا مش هقدر، ارجوكي انتي خليكي معايا ونتجوز وعيشي معايا هنا. قالت لي انا لو عملت كده هبقى عاصيه وهاعاقب من اسرتي ومن القبيله والعشيره بالكامل. ارجوك انت سهل تيجي معايا، ولو حسيت انك مش متقبل الوضع هترجع، هترجع انت مش هتعاني وما تخافش من اللي هيحصل. اقتنعت، ايوه اقتنعت، وقررت ان انا اقول لامي ان انا ههاجر. ما انا مش هقول لامي ان انا هتجوز جنية، قلت لها ههاجر. امي انهارت وقالت لي انا ماليش غيرك، ما ينفعش تهاجر وتسيبني، واحنا مش فقراء يا ابني، احنا عندنا اللي يكفينا، ارجوك يا ابني ما تهاجرش وتسيبني. اشفقت عليها وصامت عليها وقلت لربيل الوضع ده مش هينفع ومش هقدر اسيب امي. زعلت واختفت 3 ايام. فضلت انادي عليها طول ال3 ايام في نفس الوقت اللي بنتقابل فيه لكن مفيش اي رد. في الليلة الثالثة امي وهي داخلة اوضتها لقت ربيل قاعدة على السرير. صرخت، قالت لها اهدي اهدي ارجوكي اسمحي لي ان انا اتجوزه. تتجوزي مين؟ اتجوز ابنك. هو ما كانش هيهاجر، هو كان هيجي عندنا علشان يتجوزني. امي فضلت تصرخ 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 لحد ما دخلت في حاله من الرعب والفزع الشديد وفقدت بعدها الوعي. على صراخها جريت، وكان موجود معانا وقتها صديق والدي الله يرحمه كان جاي يزورنا بالصدفه. فوقنا امي وانفجرت في البكاء وحكت اللي حصل وقالت لي حرام عليك، من قله بنات ادم هتتجوز جنية يا ابني حرام عليك. أصرت هي وصديق والدي إن هما يودوني لأحد المعالجين. كنت رافض الفكرة تماما لكن أمي قالت لي لو ما روحتش لن تبني ولا عرفك. وافقت ورحت. بقى يقول أذكار وأدعية وبعض الكلام اللي أنا مش فاهمه. بقيت أسمعها بتبكي في وداني. أيوة بتبكي. وفي وقت من الأوقات قالت لي أنا ما أذيتك، أنا ما أذيتكش علشان تعمل معايا كده، عايزني أمشي قلت لك همشي، أنت ليه عاوز تضرني؟ وكانت آخر حاجة سمعتها ليها صرخة، وبعدها كل حاجة انتهى. أنا دلوقتي متجوز وعندي ولدين، حزين وخايف أكون اتسببت في أذيتها. ده كلام صاحب القصة، موثق على فكرة بشهود الأم وصديق الأب اللي راح عند المعالج والمعالج نفسه اللي أكدوا كلهم إنه كلامه صح. ما جبتش شهاداتهم كتير علشان هم نفس الكلام. يعني الأم مثلا من ضمن الكلام اللي قالته قالت لي إن بعد ما راح للمعالج أكتر من مرة بقت تسمع وهي نايمة صوتي تصرخ وبتقول لها حرام عليكي أنا ما عملتش فيكو حاجة، وبقت تصحى على صوت بكاء ابنها وتدخل عليه الأوضة تلاقيه بيعيط وهو نايم. أما المعالج قال دي جنية عاشقة والجنية العاشقة موجودة، في اللي بيقدر يتخلص منها وفي اللي بينساق وراها. الرواية التانية شخص تاني اسمه حسن بيحكي حكاية والده اللي حكاها له عن شخص من قريتهم في أحد البلاد العربية. كان رايح هو وزميله لأحد الوديان البعيدة واتفاجئوا بأمطار شديدة جدا وغزيرة، فاحتموا في أحد الكهوف وهم في الكهف دخل عليهم بنتين قالوا لهم إحنا هربانين من المطر إحنا كمان. قعدوا معاهم واتكلموا لحد ما المطر خلص. بيقولوا إن هم الاتنين الرجالة اللي بيتكلموا بيقولوا خطر على بالنا في نفس الوقت نفس الخطرة، إحنا عاوزين نتجوزهم الاتنين. على فكرة هما الاتنين متجوزين لكن الاتنين قالوا مفيش مشكلة هنتجوزهم هما كمان.
وعرضوا عليهم الطلب، البنتين استعجبوا وقالوا لهم هنرجع لأهلنا ونقول لهم. قال لهم طب نقابلهم؟ قالوا لهم لا مش محتاجين تقابلهم لأن هم بعيد. ووافقوا وتجوزوا وخدوا لكل واحدة فيهم مكان تاني كزوجة تانية. وبعد 3 أيام من الجواز البنتين اختفوا. اختفوا اختفاء غريب ومش مفهوم، كأنهم هربوا ورجعوا. رجعوا مشوهين وكأنهم مضروبين علقة شديدة جدا. وقالوا لهم احنا مش من بني البشر، احنا من الجن، واحنا بنحبكم، لكن القبيلة عندنا رفضوا اللي احنا عملناه وعذبونا. واحد منهم لما سمع القصة تراجع عن الموضوع وقال لها هنتطلق وبعدي عني ومش هينفع نعيش مع بعض. فبالفعل سابته ومشيت. اما التاني فقال لها انا هعمل اي حاجة علشان تفضلي معايا. قالت له انا خسرت كل اهلي وهفضل معاك. اللي طلق واللي ساب الاولاني اصيب بعد كده بالجنون وخسر كل تجارته. التاني اللي استمر في الجوازة خلف، وبعد 30 سنة مات. وفي الفترة دي كان اتعرف ابنائه من الزوجة الاولى على ابنائه من الزوجة التانية، واللي عرفهم عليهم كأنهم بشر وما قالهمش الحقيقة لحد ما اتكشفت الحقيقة في صدفة لما الابناء حكوا لبعض على اللي حصل. الرواية الثالثة حصلت في مصر. الزوج حكاها لي شخصيا، بيقول كنت بصحى الاقي مراتي بتصرخ بشدة، ولما اروح اشوف مالها تزقني وتضربني بقوة ولا كأن فيها قوة 10 رجالة. في النهار تعيط وتقولي انا مش فاكرة اي حاجة من اللي انت بتقوله. اوريها علامات ضربها على جسمي تنهار. اخدتها ورحت لدكاترة نفسيين وقالوا لي سليمة وما بتعانيش من اي حاجة. دكاترة المخ والاعصاب قالوا سليمة تماما. في يوم من الايام رجعت من الشغل ما لقيتهاش. قلبت عليها الدنيا، دورت في كل حتة، عند القرايب وفي الأقسام والمستشفيات، لفيت المحافظات مالهاش أي أثر، لحد ما فقدت الأمل. وبعد سنة كنت نايم صحيت على حد بيخبط على كتفي. فقت لقيتها واقفة جنب السرير وبتبصلي نظرة كلها غضب وبتقولي هو أنا مش سبتك؟ ما طلقتنيش غيابي ليه؟ إيه؟ يعني إيه؟ أنا متجوزة غيرك دلوقتي. يعني ايه متجوزة غيري؟ انت لسه على ذمتي. لا انا متجوزة جن واسمه داروس. انت اتخبلتي اتجننتي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ بيقول مجرد ما قلت كده شفت ظل اسود طويل جدا على الحيطة اللي وراها. حسيت ان في حاجة بتضغط على رقبتي، بتضغط بتضغط، وهي واقفة مكانها وبتقول لي يبقى مطلقة منك يبقى ارملتك، اختار دلوقتي. استسلمت ورميت على يمين الطلاق، ومن وقتها ما شفتهاش تاني. لما قابلت اهلها وقلت لهم انتوا كنتم متهميني ان انا عملت فيها حاجة، بنتكم كانت عندي امبارح، محدش صدقني. وابوها قال لي احمد ربنا ان انا ما بلغتش فيك ان انت قتلتها. اما محمد من مصر بيقول أواخر سنة 2004 حصل معايا حاجة غريبة جدا. كنت وقتها عايش في بيت العيلة القديم بقالي 1.5 سنة، وفي يوم صحيت من النوم لقيت فيه شعرة طويلة طويلة جدا ملفوفة حوالين صباعي اللي بيتلبس فيه الدبلة، لونها بني بيميل للاحمرار شوية. استغربت لكن الفضول خلاني احتفظ بالشعرة دي، وعلشان اقنع نفسي ان اللي حصل ده عادي بقيت كل يوم الفها حوالين نفس الصباع لو لقيتها بترخي، واحيانا بشيلها وارجع قبل ما انام البسها تاني. في يوم من الايام صحيت ما لقيتهاش، حسيت ان انا فقدت حاجه مهمه جدا، قلبت عليها الدنيا. نمت وانا حزين، ما اعرفش حزين على ايه لكني كنت حزين عليها. ولما صحيت لقيتها ملفوفه حوالين صباعي، ولقيت جواب على الكومودينو اللي جنب السرير مكتوب فيه ان سعيده انك محتفظ بخاتم جوازنا، خاتم الرباط المقدس اللي بينا. كنت بجرب لو ضاع منك هتحزن انه فقدته ولا مش هيفرق معاك. زوجتك صليه.
أحمد يونس على يوتيوب. الجاثوم. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. عمرك كنت نايم حسيت إنك مش قادر تتحرك؟ حسيت إنك صاحي بس ملكش سيطرة على أي جزء من جسمك؟ صوتك مش قادر يطلع، حتى لو عاوز تعيط مش قادر؟ الحالة دي بيطلق عليها العلماء الشلل النومي أو شلل النوم أو الجاثوم، وبتستغرق ما بين ثواني قليلة أو دقايق قليلة جدا، وبتختفي كل الأعراض دي بمجرد إنك تسمع دوشة، حد يلمسك، أو يحصل أي حركة جنبك تخليك تعيد السيطرة على جسمك مرة أخرى. الدراسات بتقول إن 2% بيحصل لهم الحالة دي مرة في الشهر على الأقل، ولكن حوالي 60% بيمروا بالتجربة دي ولو مرة واحدة في عمرهم. 12% بيتعرضوا للحالة دي لأول مرة في فترة الطفولة. في الكتب اللي أنا حصلت عليها وكلمتكم عنها في الحلقات اللي فاتت بيقولوا الجاثوم هو جن أو شيطان مؤذي بيحاول أن يؤذي الشخص وهو نائم. مصادر تانية بتقول إن الجاثوم كان ملاك وطرد من الجنة، وأحيانا بيتخذ شكل رجل معروف لدى السيدات. يعني باختصار في المصادر دي بيربطوا بينه وبين الجن العاشق. المصادر دي بالذات الأخرانية دي يعني نادرة قوي، بس عشان أنا بحاول أكون ملم بكل اللي اتكتب. معظم الآراء الروحانية في الكتب اللي معايا قالت هو جن يقوم بشل حركتك تماما وبيضغط على صدرك من أجل إرعابك فقط، وبيخليك بعد ما تصحى حاسس إنك مخنوق، تعبان، مجهد جدا، مش قادر تتكلم. تعرفوا إن البعض راح لأبعد من كده كمان وبدأ يوصف في الشكل الخارجي للجاثوم، ليه صورة موجودة، ليه صور كتير موجودة، والصور دي من أشخاص اتعرضوا ليه وكانوا عندهم المقدرة على الوصف أو على الرسم وقدروا يخرجوا بيها. بيقولوا إنه جسده عملاق أشبه بالقرد الضخم، مشعر جدا، ليه أطراف ووجه شيطاني، شكله بشع مفزع، ليه ديل طويل وديله في نفس الوقت تخين. ودايما بيكون متعلق في السقف علشان مجرد ما تروح في النوم ينقض عليك. الموضوع أبعد مما نتخيل وأقدم مما نتخيل. الفراعنة ذكروا الجاثوم لأنهم اعتبروه حارس شخصي أمين لمن يملكه. بترجع أسطورة الجاثوم قديما إن واحد من كاهنة أمن حطب كان بيملك الجاثوم، وده بيوضح إن هما كانوا بيتعاملوا مع الجاثوم على إنه كائن من العالم الآخر. لكن أحد السحرة امتلك الجاثوم علشان يستخدمه لأغراض الشر، ولكنه مات قبل ما يقول سر الجاثوم لأي حد. مات وهو ملم بكل تفاصيل سر هذا الكائن. في اعتقاد الفراعنة الجاثوم من وقتها أسير، مصيره مربوط بأحفاد الساحر اللي محدش عارف حاجة عن أصله. في موقع علمي متخصص في شلل النوم ذكر أن كلمة نايتمير اللي معناها كابوس، الكلمة دي مشتقة من كلمة مارا أو مارا M-A-R-A واللي معناها خارق للطبيعة. وقال إن الناس زمان كانت بتربط ما بين الجاثوم وشلل النوم وبين الحاجات الخارقة للطبيعة، وصور وقتها الجاثوم على صورة رجل وصورة سيدة. الرجل قلنا أوصافه من شوية، والسيدة هي سيدة عجوز مخيفة مرعبة تجلس على صدر النيام وتقوم بخنقهم. طبعا كل حاجة لها تفسير علمي، بس قبل ما نروح للتفسير العلمي خلينا أقول لكم اللقاءات اللي أنا أجرتها والحاجات اللي أنا قريتها برضو لرواية الشهود. الرواية الأولى صاحبها ما حكاهاش ليا بصراحة، هي ذكرت على واحد من أشهر منتديات الرعب العربية اللي ما بينشرش أي تجارب غير لما بيتأكد من صحتها تماما. صاحب الرواية من المغرب بيقول الجاثوم عندنا في المغرب بيسموه بوغطاي، وأعتقد أني تعرضت لحاجة شبيهة بيه. كان وقتها عمري 23 سنة وكنت في سكن جامعي مع طلبة زمايلي، فقلقت من نومي وقت الفجر، ولما كنت بحاول أنام تاني اتفاجئت بحاجة بتضغط بشدة على صدري وكأنها عاوزة تخرج قلبي من مكانه. ما كنتش شايف الحاجة دي وكنت صاحي، بس كنت حاسس بيها، ايد زي الايد البشرية بصوابع وكل حاجة شبه الايد البشرية، حاسس بيها
شبه شايفها. كنت في كامل وعي، حاولت أصرخ ما عرفتش، صوتي ما بيخرجش، كنت مشلول. من بعد اللي حصل ما بقيتش أعرف بعدها نام بسهولة زي الأول، بقيت أخاف جدا وكل شوية أفتح عيني أبص حواليا وأتأكد إن مفيش حاجة غريبة موجودة حواليا. بقيت أحط إيدي على رقبتي كل لحظة، والأهم من ده إني كرهت الضلمة تماما وما بقيتش أنام غير والنور مضاء. هروح للرواية التانية وصاحبتها مصرية وحكيتها لي بنفسها، بتقول كنت ما بين الصحيان والنوم وفجأة حسيت وكأني في حاجة طبقة على نفسي ومكتفاني في السرير، بحاول أحرك أي حاجة من جسمي مش قادرة، عايز أحرك صوابعي حتى مش قادرة، جسمي كله تشل، مفيش حاجة بتتحرك غير عينيا بس، حتى صوتي مش خارج، مش عارف أستغيث. شفت على الحيطة ضل زي ما يكون حاجة عمالة تطول وتقصر، شفتها في الضلمة زي مش عارفة. حاولت أقرأ في سر آية الكرسي، مجرد ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم ما بعرفش أكمل، ما بقدرش أكمل، حتى ما بقدرش أنطقها، ده أنا مجرد إنها بتبقى في خيالي. ضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحد ما جسمي فك وكأن ما فيش حاجة غريبة حصلت. دي كانت أول مرة أحس يا أستاذ نادر بالجاثوم وأمر بالتجربة دي، بس ما كانتش آخر مرة، الموضوع بقى بيتكرر تقريبا كل شهرين، وكل مرة بتبقى أصعب يا أستاذ نادر من اللي قبلها وأطول وأبشع. لكن الموضوع تطور إن أنا كنت بصحى بلاقي علامات على رقبتي وعلى كتفي شبه ما تكون صوابع إيدين كتيرة، إيد فيها حوالي 12 صباع، والإيد دي طبقة على أماكن في جسمي وتفضل من يومين لتلاتة لحد ما تروح. فضل الموضوع ده مستمر معايا فوق السنة، لكن الموضوع بدأ يأثر عليا حتى وأنا صاحية، وبقيت كل ما اجي انام اشوف خيال بيعدي بسرعه من قدام باب الاوضه، وساعات كنت بحس ان في حد قاعد جنبي على السرير او حد بيجري جوه الاوضه وانا مش شايفاه. رحت لمعالجين كتير طلبوا مني ان انا امسح الاوضه بالملح يوميا، وامي في شيخ نصحها قال لها اعملي لها الرقيه الشرعيه كل يوم. كانت الاعراض شويه تزيد وشويه تقل، لكن الحاجه الوحيده اللي نفعتني ان الشيخ اللي نصح امي بنفس الموضوع قال لها خليها تقرأ على قد ما تقدر من سورة البقرة يوميا. ومن وقتها تقريبا الأعراض وكل حاجة شبه تلاشت. الرواية اللي بعد كده حكاها لي شاب وبيقول لي ما كنتش يا أستاذ نادر لا أعرف حاجة اسمها جاثوم ولا عمري فاهم عنه ولا أعرف يعني إيه جاثوم ولا بتعمل الكلام ده، لكن في يوم وأنا نايم صحيت على حالة حسيت ان انا مشلول، حسيت ان انا خلاص روحي بتتقبض، حسيت ان انا بموت وحد بيضغط على رقبتي وبيموتني وعلى صدري، وكنت كل اللي عايز اقوله اقول الشهادة قبل ما خلاص اقابل رب كريم. الدنيا كانت بتسود لحد ما شفت ثلاث كائنات ابشع ما يكون في نفس هيئة جسم البني ادمين، لكن جلودهم عاملة زي جلود التعابين وعينيهم عبارة عن نقط مضيئة مرعبين، ليهم انياب جروني التلاتة وبدأوا عايزين يغرسوا أنيابهم في رجليا. كل اللي أنا عملته يا رب، اختفوا. بعدها بدأت أدور وأقرأ وأسأل، وعرفت إن اللي حصل لي ده جزء منه اسمه الجاثوم. أما موضوع الكائنات الغريبة اللي فهمت إنها اسمها كائنات الظلام، وإن في حاجة اسمها ستر بيتكشف بين البني آدم وبين الجن بيخليه ممكن يشوف. التفسير العلمي للحالة دي بيقول إن شلل النوم بيكون سببه إن النوم بيكون على عدة مراحل، ومرحلة منهم هي اسمها حركة العين السريعة، والأحلام بتحصل في المرحلة دي، وأثناء النوم كمان بيحصل ارتخاء كامل في عضلات الجسم كلها ما عدا عضلات العين والقلب، وده بينتهي تماما لما تصحى أو تدخل في مرحلة تانية من مراحل النوم. لكن ساعات بتصحى أثناء مرحلة حركة النوم السريعة وبتكون لسه عضلات الجسم كلها في حالة ارتخاء تام، وده نتيجته انك بتكون في كامل وعيك بكل اللي حواليك ولكنك مش قادر تتحكم في جسمك، وبما ان مخك بيكون لسه في مرحلة الاحلام فبيجيلك هواجس مرعبة، واول حاجة بتفكر فيها ان في عفاريت او انك بتموت. النوع التاني من شلل النوم بيحصل بعد انتهاء مرحلة نوم حركة العين السريعة، لما الشخص بيستعيد وعيه ولكن المخ بيتأخر في انه يحرر الجسم من مرحلة الشلل والخمول دي،
لحد دلوقتي الحالة دي ملهاش أي علاج معروف، لأن محدش قادر يفسر ولا يقدم أي تفسير شكل ونهائي للموضوع. حتى التفسيرات العلمية اللي قلناها مش بتنطبق على كل الحالات، لأن في ناس بتقول إن هما بيشوفوا كائن ضخم على صدرهم بالفعل. لكن الكتب قالت لو أنت من الناس اللي عانوا من الجاثوم هننصحك مجموعة نصائح. ما تنامش على ظهرك، ولما بتعرفش تنام غير على ظهرك حط إيديك الاتنين فوق صدرك، مربعهم كده على بطنك أو صدرك. ما تنامش بعد وجبة تقيلة، اوعى تنام بعد أكلة تقيلة، ما تشربش أي مواد منبهة قبل النوم على طول. اوعى تنامي وانت معيطة، واوعى تنام وانت مكتئب أو حزين. السؤال لسه موجود، هل الجاثوم ممكن يكون ليه علاقة بالجن أو القرين؟ طيب عبير قالت لي أنا كنت يا نادر ساكنة في مدينة جامعية، وفي يوم كنت سهرانة قبل الفجر وصحابي كلهم نايمين، سمعت صوت غريب زي ما يكون في حد بيحفر ويخبط على الحيطة اللي جنبي بضوافره. أنا أوضتي في الدور الثالث، محدش من صحابي حس بحاجة. بعد شوية سمعت صوت كلب بينبح بصوت عالي جاي من البلكونة اللي كان بابها مقفول. شفت أكرة البلكونة بتتحرك كأن في حاجة عاوزة تدخل عندي. جسمي تخشب، ما قدرتش أنطق، ما قدرتش أقوم، ما قدرتش أنادي على أي حد. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم لحد ما قدرت أحرك إيدي، وشغلت قرآن على الأبليكيشن عندي على التليفون. شوية وبعد أول آيتين جسمي فك وقدرت أرجع لحالتي الطبيعية. صحيت صحابي وحكيت لهم على اللي حصل، كلهم اتريقوا عليا وقالوا لي بطلي الحاجات اللي بتسمعيها واللي بتقريها. واحدة منهم اللي بتسمع أحمد يونس على طول قالت لي اللي انت بتقوليه ده هو الجاثوم. قلت لها يعني ايه الجاثوم؟ جابت لي حلقة هو أحمد عاملها وسمعتها، وعرفت انه من أنواع الجن الخبيث، وطلبت مني قالت لي توضي وصلي وادعي واذكري ربنا دايما. قلت لها بس أنا ما كنتش نايمة، انتوا بتقولوا ان الجاثوم ده بيجي للنايمين. قالت لي ما عرفش، يمكن بيجي للصحيين برضو. تعرف يا نادر ايه اللي حصل؟ كلهم جالهم واحدة ورا التانية ورا التالتة، وكل واحدة تعرضت للجاثوم، وكلهم أجمعوا بنفس الوصف ونفس الملامح ونفس الضوافر ونفس الإيد اللي بتخنق والضوافر اللي بتتغرس في الكتاف. مرة كنا بنلعب كوتشينة وكانت الساعة 1 بالليل، وفتحنا الموضوع. واحدة من زمايلنا قالت يكون جاثوم ولا يكون جن ولا يكون زي ما يكون، احنا دلوقتي مع بعض، هيقدر يعمل لنا حاجة يعني؟ عارف يا نادر ايه اللي حصل؟ كلنا تشد شعرنا في وقت واحد، زي ما يكون كان واقف ورا كل واحدة فينا، احنا الخمسة واحد، وشدها من شعرها بعنف. كلنا صرخنا ونزلنا نجري. خلصت الحلقة الجديدة اللي اتكلمنا فيها عن الجاثوم. طالما بتسمعوها يبقى احمد يونس استلم. كان معاكم نادر فودة الصحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. بشكرك يا نادر على انك اول حاجة ان انت دايما بتقول انك بتستعين بالملفات اللي احنا بنعملها واللي انا بقدمها في كلام معلمين او على قناة احمد يونس على يوتيوب، وبشكرك انك اهتميت بينا انك تقدم لنا حاجة مختلفة في العيد بشكل مختلف من التحقيقات. اسمح لي اضيف ليك قصة، لو كنت أعرف أن أنت بتسجل أو بتكتب تحقيق عن الجاثوم كنت ممكن تضيفها. القصة دي تعرض ليها واحد أعرفه كويس، الواحد ده اسمه أحمد يونس. في فترة أنا كنت عايش لوحدي في شقة في مدينة 6 أكتوبر، وكان عندي مشكلة كبيرة جدا في الشغل لدرجة أنها تسببت في حالة من الاكتئاب الشديد جدا، وكنت بهرب في النوم. نمت، صحيت، روحي بتتقبض، نفسي بيتكتم، جسمي اتشل. كل اللي أنا قلته في دماغي وقتها دي سكرات الموت، عاوز أقول أشهد أن لا إله إلا الله، مش قادر. كل اللي جي في بالي إن أنا اتحجب عني الشهادة لأني ما استاهلهاش. أنت متخيل يا نادر أنا كان تفكيري في إيه وقتها؟ عاوز أحرك صوابع إيدي حتى مش قادر، جسمي كله فعلا متشل، مفيش بيتحرك غير عينيا. وفي اللحظة دي دقات قلبي تسرعت جدا، وحاسس إن في ناس واقفة قدام السرير
واقفين بيراقبوا الحالة اللي أنا بمر بيها. كل اللي عملته أن أنا غمضت عينيا واستجمعت كل اللي أقدر عليه من تركيز، وفي بالي قلت يا رب يا رب. بدأت صوابع إيديا تتفك، وبدأ شلل لساني يتحل، جسمي كله شلله اتفك. قمت نطيت حرفيا من على السرير. عارف يا نادر أنا عملت إيه؟ أنا فتحت باب الشقة ونمت في الصالة على الأرض، لأني ما كنتش عارف إيه اللي جالي ده، وقلت غالبا هي دي قبض الروح وأنا هموت الليلة دي. النهاردة التحقيق اللي سلمته للجورنال اسمه السائرون نياما. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. كتير من العلماء بيشوفوا إن صلة الجسد بالروح أثناء النوم بتختلف تماما عن وإحنا صحيين. وإنت نايم روحك بتخرج من جسمك وبتدخل في حالة أشبه بحالة الموت، وبتقدر تستقبل اللي أنت ما بتقدرش تستقبله وإنت صاحي، واللي قدراتك العادية ما بتقدرش عليه. روحك وإنت نايم بتقدر تقابل أرواح تانية، أرواح ناس ماتت ممكن تقابلهم علشان يقولوا لك سر أو ينقلوا لك وصية، أو تقابل ناس في حلمك عمرك ما شفتهم في الحقيقة، والغريبة إنك أوقات كتير بتشوفهم بعد ما تكون حلمت بيهم، أو تحلم بمواقف عادية وبعد فترة تلاقي نفس الموقف اللي شفته في الحلم بيحصل قدامك بكل تفاصيله. وعلشان كده في ناس كتير بتربط بين ظاهرة الداجافو وبين اللي الإنسان بيشوفه هو نائم. الأطباء والعلماء لحد دلوقتي مش قادرين يلاقوا سبب للمشي أثناء النوم، وبالتالي مش عارفين يحددوا له علاج، ولحد دلوقتي مفيش أي تفسير للتغيرات اللي بتحصل للمخ وقتها وتخلي المريض يعمل حاجات ما بيقدرش ولا يعرف يعملها وهو صحي. وعلى الجانب الآخر في تفسيرات تانية بتربط بين المشي أثناء النوم والجن. بيقولوا إن الجن هو اللي بيبقى مسيطر على الإنسان وقتها، وهو اللي بيخليه يتصرف التصرفات دي من غير أي إرادة منه، لأنه بيكون مجرد جسد فارغ بلا روح مستسلم تماما لأوامرهم والحاجات اللي بيقودوه لأنه يعملها من غير ما يقاوم. عموما في ناس كتير بتربط دايما بين النوم والمس واقتران الإنسان بالجن، وبيقولوا أن من أعراض المس المشي أثناء النوم، لأن في الوقت ده الجن هو اللي بيسيطر على جسم الإنسان بالكامل، وأن الإنسان بيفضل ساعات طويلة علشان ينام ومش عارف، والأرق والقلق كمان، وإن الواحد كل شوية يصحى من النوم وما ينامش بعمق، والجز على الأسنان أثناء النوم. في ناس من كتر ما بتجز على أسنانها وهي نايم بتسمع صوت زي صوت طرقعة، والضحك والبكاء أثناء النوم للبالغين الكبار مش الأطفال، والكوابيس والأحلام المفزعة زي إنك تشوف مثلا نفسك بتقع من مكان عالي، أو تحلم بالمقابر وإنك دخلت جواها ومش عارف تخرج، أو كهوف مظلمة مهجورة، أو أشخاص صفاتهم غريبة زي ما يكونوا طوال جدا أو قصيرين قوي، وفي حاجات بتبقى في ملامحهم مخيفة. لكن محدش يقدر يجزم أن في اجتماع الأعراض دي أو حتى جزء منها دليل على وجود مس أو الجن ليه علاقة بالمشي أثناء النوم من قريب أو من بعيد، كلها تكهنات واجتهادات. الموسيقار العظيم تارتيني ليه معزوفة من أشهر المعزوفات في تاريخ الموسيقى اسمها Devil's Trail أو هزة الشيطان. سنة 1713 كان تارتيني حزين جدا انه ما تشهرش الشهرة اللي كان بيحلم بيها، وما بقاش موسيقار كبير وعظيم الكل بيتكلم عنه، كانت كل ألحانه عادية بتمر مرور الكرام. وفي يوم كان نايم حلم بالشيطان، او حسب وصفه حلمت بكائن ضخم جدا لونه احمر وحواليه نار، وقال له انا معجب جدا بألحانك وهساعدك تكون مشهور وهتعمل ضجة كبيرة جدا والكل هيتكلم عنك وعن ألحانك زي ما بتحلم وبتتمنى وأكتر كمان، ولكن في صفقة هنعملها، هتبالي روحك. بيقول لقيته مطلع بعدها الشيطان كمانجا وعزف لحن غريب وجميل جدا كنت أول مرة أسمعه، كل ده طبعا في الحلم أو في الكابوس اللي بيحكيه. تارتيني انبهر جدا باللي سمعه، صحي من النوم وهو حاسس انه لسه اللحن بيتردد في ودنه، جري بسرعة جاب ورقة وقلم علشان يكتب اللي يفتكره من اللحن قبل ما ينساه ويحاول يعزفه كمان على الكمانجا. بعد محاولات كتير طلع بمعزوفة جديدة سماها Devil's Trail، ولاقت نجاح ساحق منقطع النظير،
ومن وقتها بتعتبر من أجمل وأعظم المقطوعات الموسيقية، مش الخاصة بيه، لأ، اللي خاصة بالتاريخ واللي التاريخ خلدها. سئل بعد كده وقال: هذه المقطوعة هي مقطوعة إبليس، وبرغم نجاحها الرهيب إلا إنها ما بتكملش 1% من جمال اللحن اللي سمعته في الحلم. طيب، في شخص اسمه لي هادوين. الراجل ده كان بيشتغل ممرض بالنهار وشغله ماشي طبيعي جدا وشاطر جدا فيه، لكن لما بيجي الليل وينام بيتحول لإنسان تاني خالص. فنان مبدع، لوحاته ما بتتقدرش بتمن، عنده موهبة نادرة في الرسم لدرجة ان بعض الناس بقوا يقارنوا اعماله ببيكاسو، والمتاحف الكبرى بدأت تتسابق على شراء اعماله ورسوماته. الغريب انه اثناء النهار وهو صاحي ما بيعرفش يرسم دايرة، ما عندوش اي موهبة في الرسم. هادوين بيقول: كنت بعاني من اضطرابات النوم من وانا عندي 4 سنين، وكنت فاكر انا واهلي ان الموضوع بس مرتبط بالسن، زي اطفال كتير بيكون نومهم مش مظبوط ولما بنكبر كل حاجة بترجع طبيعية. لكن لما دخلت مرحلة المراهقة الموضوع زاد معايا جدا، بدأت اصحى من النوم وارسم على حيطان البيت كل رسومات مذهلة، كل اللي كانوا بيشوفوها مش بيصدقوا ان ده رسم طفل لانها متقنة جدا. لما وصلت للعشرينات وانفصلت عن اهلي وبقيت عايش لوحدي، بقيت اصحى من النوم ألاقي كل حاجة في البيت مرسوم عليها بفن رهيب، الحيطان، أثاث البيت، بعض التحف، لبسي، المفروشات، كل حاجة في البيت بتتحول للوحة فنية مرسومة بدقة وإبداع شديد، لدرجة إن بيتي كان كل الناس بتحب تتجول فيه وتتفرج على دقة وإبداع رسوماتي. ولما أدركت الحالة دي وأيقنت منها وإن ده بيحصل لي وأنا نايم، بقيت أحط لوحات وسكتشات رسم وأقلام فحم في كل حتة في البيت، بحيث إن أنا أساعد نفسي لما أقوم وأنا نايم على إني أرسم وأبدأ في السكتشات دي. الأطباء فسروا حالته بأنها حالة من حالات المشي أثناء النوم، لكن محدش قدر يلاقي تفسير للموهبة اللي عنده دي اللي ما بتجيلوش غير وهو نايم. هسألكوا سؤال: في حد فيكم بيمشي وهو نايم؟ جاوبوني على السؤال ده. هل ممكن الواحد يحلم بإشارة تساعده أو تدله على حاجة معينة؟ سنة 2017 عيلة أندونيسية بسيطة مكونة من أب وأم وولد وبنتين في سن المراهقة راحوا علشان قضاء يوم على البحر. الأولاد نزلوا يعوموا وفجأة الموج عالي وخطف بنته منهم واختفت تماما على الأنظار، وما كانوش سمعين غير صرختها اللي اختفت بعد شوية. البوليس وفرق الإنقاذ وخفر السواحل فضلوا يدوروا على البنت في البحر لمدة 3 أسابيع متواصلة بدون أي فايدة. كل شوية كانت العيلة بتتلقى اتصال من الشرطة بالعثور على جثة لبنت غرقانة، يروحوا يحللوا الدي ان اي وما تطلعش هي، لحد ما التحقيق اتقفل تماما في الموضوع ده، والعيلة بدأت تستسلم للأمر الواقع إن البنت خلاص ماتت ومش هيعرفوا يلاقوا جثتها. في مايو 2018 حصل حاجة غريبة، بدأ الأب يحلم ببنته اللي غرقت بشكل متكرر، كل يوم تقريبا كان بيحلم بيها نفس الحلم، نايمة على الشط بنفس الشكل واللبس اللي كانت لابساه يوم اختفت. في الأول الأب مهتمش وكان بيقول دي مجرد أحلام، لكن مع التكرار المبالغ فيه للحلم قرر ياخد الأسرة ويروحوا نفس الشط اللي غرقت فيه البنت من سنة ونص، وقضوا يوم هناك كامل من الظهر لحد بالليل. وبالليل كانت المفاجأة، لقوها ممددة على الرمال وفاقدة الوعي، كانت بنفس هيئتها بنفس شكلها وسنها ونفس اللبس اللي كانت لابساه. احنا بنتكلم يا جماعة في 16 شهر فرق بين حادث الغرق وحادث العثور عليها. اخدوها بسرعة على المستشفى وكانت كل مؤشراتها طبيعية جدا ومفيش اثر لاي حاجة مرضية ولا اي اثر لعنف تعرضت ليه، ولكنها كانت راجعة فقد النطق. ايه اللي حصل؟ كانت فين طول 16 شهر؟ اختفت ازاي ورجعت ازاي؟ وازاي لقوها في نفس اليوم اللي العيلة قررت فيه تروح الشط مرة تانية، وعلاقة الأحلام اللي الأب كان بيشوفها إنها ترجع تاني؟ كاتب إنجليزي كتب كتاب كامل عن الحالة دي وقال إن في حياة كاملة من الجن تحت البحر، وهو ده التفسير المنطقي والوحيد. البعض أشار بوجود كائنات فضائية هي ممكن تكون خطفتها، لكن هو أصر إن في كائنات أخرى، كائنات ما تحت البحر، هي اللي قامت باختطافها لأسباب هم أعلم بيها. ودعم القصة دي بقصص اختفاء كتير جدا لأطفال تحديدا،
كانوا بيختفوا مدة من 6 شهور لتلات وأربع سنين، وكانوا بيرجعوا بشكل غامض برضو غير مفهوم، وكلهم كانوا بيعودوا فاقد النطق وما بيتكلموش. حتى لما كان بيطلب منهم يوصفوا أو يرسموا كانوا بيخافوا ويرفضوا تماماً أنهم يتكلموا أو يشيروا عن اللي حصل في فترة اختفائهم. دكتور اسمه جيمس كاوي عمل جلسة تنويم مغناطيسي لطفل اختفى سنة عن أهله بنفس الملابسات واختفى برضو من بحر. الطفل بدأ يوصف بإيديه أن كان في حياة مختلفة، كان في مملكة من كائنات أشبه ما تكون مزيج ما بين الأسماك وما بين البشر وما بين شكل ثالث مرعب. الكائنات دي كانت مستضيفة عندهم وكانت بتعلمه علوم الحياة الأخرى، وخيروا ما بين البقاء معاهم والعودة لأهله. قرر أنه يرجع لأهله. ده هو الحالة الوحيدة اللي قدروا ياخدوا منها أي معلومات، باقي الحالات فشل معاها تماما محاولات التنويم المغناطيسي. الكندي كينيث باركس كان متجوز وعايش مع مراته وبنته الرضيعة حياة سعيدة، وكان بيحب حماه وحماته جدا، والعلاقة بينهم علاقة ود فوق الخيال. صحي باركس من النوم وساق عربيته 23 كيلومتر لحد بيت حماته وقتلها، وحاول يقتل حماه كمان لكنه نجي منه بأعجوبة، وركب العربية تاني وهو راجع فاق من حالة المشي أثناء النوم، واستغرب أنه لقى نفسه راكن قدام البيت وراكب العربية. لقى دي الاتنين غرقانين دم وهدومه كمان. راح للشرطة وقال لهم أنا مش عارف إيه اللي حصل، بس من الواضح أن أنا قتلت حد. لما عرف انهار لأنه كان بيحب هذه السيدة جدا وعمره ما كان يتصور أنه يقتلها. التحقيقات أثبتت أن باركس كان بيعاني من المشي أثناء النوم، ولقوا أن ما فيش أي عداء أو أي مشكلة بينه وبين حماته. حالة تانية موثقة لارتكاب الجرائم أثناء السير نياما، براين توماس قتل مراته اللي كانت حب عمره سنة 2008 وما افتكرش أي حاجة من اللي حصلت لما صحي. تحقيقات الشرطة وأبحاث الأطباء أثبتت براءته وعدم مسؤوليته عن اللي عمله وهو نايم. تعالوا نروح للقاءات اللي أنا سجلتها. اللقاء الأول مع مصطفى عبد الكريم. مصطفى بيحكي وبيقول ربنا رزقني بتوأم بعد فترة انتظار إنجاب وصلت لعشرين سنة. كنا نخاف عليهم وحطينهم في عينينا، لكن أول ما وصلوا لسن 5 و6 سنين اكتشفنا إن الاتنين الولدين ولادي بيتكلموا هم نايمين، وخدنا الموضوع عادي في الأول. لكن اللي حصل إن في مرة صحيت على صوتهم هم بيتكلموا، وكانوا بيتكلموا بلغة غير مفهومة، كلام متداخل. أنا جبت منه التسجيل ده على فكرة علشان أسمعه ليكم. بيقول الغريب في الموضوع ان انا كنت حاسس انهم زي ما يكونوا بيتكلموا وبيردوا على بعض. بعدها بأقل من سنة صحيت من النوم انا ووالدتهم، لقيت واحد واقف عند طرف السرير اليمين والتاني واقف عند طرف السرير الشمال ناحية والدته، والاتنين بيبصلنا نظرات مرعبة مخيفة. أنا مش قادر أوصلها لكم إزاي، أنا خفت من ولادي. فضلنا إحنا الاتنين متجمدين ومتخشبين في السرير ومش عارفين نعمل إيه، وهما الاتنين واقفين ومبرقين عينيهم وما بيبربشوش. قمت بالراحة أخدت الأولاني وزقيته بالراحة ناحية الأوضة. الغريب إن أنا وأنا بزقه ناحية الأوضة التاني كان بيتحرك هو كمان، وكأنهم مربوطين ببعض. نيمت الأولاني على سريره والتاني نام هو كمان. خرجت وقفلت الباب ووقفت شوية، فتحت الباب بالراحة، لقيتهم الاتنين واقفين قدام الباب والاتنين بيبصولي نظرة مخيفة جدا. بقينا بعدها لما يدخلوا يناموا نقفل عليهم بالمفتاح. فمرة أختي جات زارتني، وأختي أكبر مني في السن، آه!
صحينا من النوم على صوتها وهي بتصرخ. كان صوت مفزع مخيف. جريت انا ومراتي احنا الاتنين عليها، لقيناها مرمية في الارض والاتنين واقفين بيبصوا لها بنظراتهم المخيفة. انا متأكد ان انا قفلت عليهم، معرفش اتفتح ازاي، وهي بتصرخ وتقول لي ولادك عاملين كده ليه، ولادك هيموتوني، ولادك هيموتوني. كانت الجلابية اللي لبساها او العباية متقطعة. اخدت واحد منهم والتاني مشي ورايا ودخلتهم الاوضه وقفلت عليهم، ورجعت لها وهدتها وقلت لها انا معرفش هم عندهم ايه، هم بيمشوا هم نايمين من زمان، مش عارف علاجهم ايه. هو ايه اللي حصل لك؟ قالت لي انا كنت نايمه وسمعت صوتهم بينادوا من ورا الباب عليا، قمت اجري اشوف في ايه، لقيت واحد منهم بيقول لي ان بابا حبسنا وانا عاوز ادخل الحمام. فتحت لهم الباب، ما لقيتهمش في الاوضه، ورب العزه ما لقيت ولا واحد فيهم في الاوضه. انا كنت بنام وتعبانه، قلت هما بيهزروا او بيلعبوا، قلت لهم انا هسيب لكم الباب مفتوح وروحوا اعملوا اللي تعملوه، بعد كده ادخلوا الاوضه، مش عايزه مشاكل مع ابوكم، وانا الصبح هعرف هو بيقفل عليكم الباب ليه. دخلت الاوضه، قبل ما انام لمحت خيالهم الاتنين بيتحرك في الطرقه، فعرفت ان هما كانوا بيلعبوا وخرجوا. نمت، صحيت من النوم لقيت نفسي مرفوعة عن السرير. أيوة مرفوعة شوية، مجرد ما صحيت اترميت على السرير تاني، ولقيت ولادك الاتنين واقفين على طرف السرير من فوق على الخشبة وبيتحركوا رايحين جايين بسرعة، وكان عندهم اتزان غريب. نزلت من على السرير وجريت ناحية باب الأوضة اللي اتقفل في وشي، اتلفت لقيتهم الاتنين ورايا وبيضحكوا ضحكة مخيفة. وقعت في الأرض من طولي، فضلوا يشدوني من هدومي ويجروا بيا على الأرض ويضحكوا وكأننا لعبة بيلعبوا بيها، لحد ما انتجيت. سألت مصطفى طب بعد كده حصل ايه؟ قال لي الاتنين دلوقتي في مصحة وبروح أشوفهم بين وقت للتاني. محمد مرتضى، محمد اللي قصته متعبة قوي، محمد أبوه بيشتغل في المقابر، حنودي، حارس، طربي، كل حاجة. أبوه بيقول من وهو صغير ما كانش بيحب الشغلانة بتاعتي، وكان دايما بيقول لي شوف شغلانة تانية أنا بخاف منها. لما دخل إعدادي كان بيصحى من النوم يصرخ ويقول لي، بيجوا لي وأنا نايم وبيقفوا قدام السرير وبيقولوا لي هناخدك، حرام عليك بطل الشغلانة دي، لو انت عاوزني عايش ما تعملش كده تاني. بعدها بحوالي شهر مراتي صحتني وبتصوت وبتقول لي ابنك مش في البيت، ابنك طفش، شوف ابنك فين. طلعت اجري في الشوارع، كانت الساعة يمكن 2 بالليل، ملوش اثر، ملوش اي اثر. روحت البيت وانا حزين، لكن اول ما روحت لقيت ابني قاعد في حضن امه على الكنبة. جريت عليه علشان اضربه، امه حشتني عنه، قلت لها هو كان فين؟ قالت لي انا لبست العباية والطرحة علشان اطلع ادور، وانا ماشية لقيت ابنك طالع من التراب. احنا الاوضة اللي عايشين فيها تعتبر جوه التراب، ابنك كان بيلف جوه التراب وهو نايم. مراتي وهي بتتكلم كان ساكت ما بيتكلمش. دخلنا نام، وتاني يوم الصبح جاي بعاتبه على انه خرج بالليل ويلف في التراب وهو ما بيحبش المكان ده، لقيته مش فاكر اي حاجة من اللي حصل. في الاول انا قلت بيكذب، لكن اللي حصل بعدها اكيد لانه ما بيكذبش ابدا. اختفى تاني، كنا عارفين هو فين، لفينا في الترب لقيته بيمشي، قربت منه قبل ما ياخد باله لقيته ماشي سرحان تايه، خدته من ايده وروحت. وبعدها كانت اخر مرة صحينا ما لقيناهوش، خدت الكشاف وطلعت برضو تاني ادور في الترب ما لقيتلوش اثر.
قلبت الطرب الساعة 2 بالليل رايح جاي ملوش أثر، ومراتي معايا. اتفرقنا كل واحد لوحده علشان ندور أكتر، لحد ما لقيت مراتي بترقع بالصوت وبتصوت وبتقول لي الحقني. جريت عليها لسه جاي بقول لها في ايه، سمعت صوت بيبكي، صوت ابني. ابني بيعيط من جوه تربة، ابني اتحبس في تربة. طلعت المفاتيح لان كل المفاتيح اللي معايا، فضلت ادور على المفتاح بتاع التربة دي، ادور ادور ما لقيتوش. جبت شواكيش وحديد وفضلت ادق على الباب لحد ما طلعته. كسرت الباب، لما فتحت عليه الباب كان نايم على بطنه ومخبي وشه في الرمل. شديته فضل يصرخ ويبكي، قال لي انا صحيت من النوم لقيت نفسي جوه التربة، انا معرفش دخلتها ازاي، ارجوك انا عايز امشي، ما تسيبنيش لحد ما الاقي نفسي جوه التربة، انا شفت حاجة صعبة وناس كلموني جوه وحاجات كانت بتمشي على ايديا وعلى رجليا، كنت بخبي نفسي وبخبي عينيا من الاتنين اللي واقفين اللي شايفهم جوه، ودفن وشي في التراب وفي الرمل. ارجوك لو عاوزني مموت نمشي نمشي من هنا. بعدها يا استاذ نادر سبت الشغلانه كلها ومشينا. دي التحقيقات اللي جات لي من نادر المره دي. قد ايه في ظواهر كتير مهما درسناها ومهما عرفنا لها تفاسير علميه هيفضل فيها جوانب مش مفهومه. السائرون ياما هم جزء من كاشفي ستر الليل، وهم جزء من كائنات الظلام. سالتكم في الاول سؤال، تعرفوا حد او انتوا بتمشوا وانتوا نايمين؟ وبسالكم دلوقتي سؤال فني شويه. كان في مسلسل بطولة الفنان فؤاد المهندس والفنانة سناء جميل والفنان يونس شلبي رحمة الله عليهم جميعا والفنانة شيرين، وكان بيتكلم عن ان الفنان فؤاد المهندس كان بيمشي هو نايم واتهم بجريمة قتل. مين يعرف المسلسل ده اسمه ايه؟ اللي يعرف يكتب لنا في التعليقات. آخر حاجة قدمتها للجريدة كانت بعنوان جن المقابر. تعالوا هقرأ لكم اللي أنا كتبته في الجريدة وهحكي لكم بعض المواقف برضو كالعادة. جن المقابر بيعتبر من أقوى وأخطر أنواع الجن، لأنه من الصنف المؤذي، مؤذي جدا، بيعتمد على الفزع والخوف الشديد اللي بيصيب الإنسان عموما في الوقت اللي بيتواجد فيه في المقابر، وخصوصا في فترات معينة، فترة عز الظهر وفترة المغرب وفترة بالليل متأخر. طبعا دي أهم الفترات، وبيستغلوا ده الأحداث الضرر بيه سواء بالمس أو بالاقتران أو بأي شكل من أشكال الخوف والترهيب. الجن من ضمن المعلومات اللي قريتها في الموسوعة اللي عندي أنه بيحس بالخوف فينا. تعرف لما بيقولوا عن الكلاب أن هما بيشموا فينا ريحة الخوف، بيقال ان الجن في نفس الخاصية دي. هذا النوع من الجن او الجن اللي بيضر الانسان او جن المقابر بيقدر بس يتغلب او يسيطر على الانسان اللي بيبقى داخل وهو مرتاب او خايف، لكن لو في اللي موجود شجاعة وعارف ان ده مكان زي اي مكان في الاخر زي ما يقولوا كده، ولا بيقدر يعمل له حاجة. المقابر الموجودة في المناطق السكنية في الزحام في الغالب ما بتكونش مخيفة ولا مضرة، وجن المقابر ملوش سيطرة كافية عليها، يعني مش مسكونة، مش متواجد فيها، لأن وجود الناس رايحين جايين ليل ونهار حواليها بيخلي المكان عمران، وبالتالي ما بيظهرش كتير وبيحس بضعف سطوته وسيطرته في المكان. أما المقابر الموجودة في أماكن بعيدة، أماكن صحراوية، أماكن مهجورة، أراضي زراعية بعيدة مفيش عمران حوالين المنطقة دي مهما كانت، فبتكون هي المكان المفضل للجن علشان يفرض سيطرته عليها. هو ملوش أي سيطرة طبعا على لا أموات ولا أرواح ولا جثث ولا الكلام ده، هو في المكان، هو متواجد في المكان بحكم أنه مكان مهجور
يعني بتبقى زيارات الناس ليه طبعا زي ما احنا عارفين لأسباب خاصة جدا. كتير من اللي مروا بتجربة جن المقابر وظهر لهم وأذاهم أصيبوا بحالات مرضية جسدية، منها بعض حالات الشلل المؤقت للوجه، بعض حالات الشلل المؤقت للجسد، عدم التحكم في حركة العين لمدة طويلة، وإصابة طبعا بالوسواس القهري، هلاوس مرئية مسموعة، ترديد كلمات غريبة غير مفهومة بشكل لا إرادي، محادثة أشخاص غير موجودين. ودايما بيبقى معروف حواليهم ان حصل لهم الحالة دي بعد زيارتهم للمقابر، او بعد بكائهم في المقابر، او بعد ذهابهم للمقابر لوحدهم في الاوقات اللي قلناها في الاول. اكتر ما يميز شكل جن المقابر زي ما ذكر الكتاب اللي قلت لكم عليه في بداية السلسلة، والكتاب ده من الكتب القديمة اللي انا حصلت عليها، الوجه شديد السواد، بيتشكلوا بصفة كبيرة وفي حالات كتيرة جدا على هيئة حد من الأقارب أو الأصدقاء اللي بيظهروا للشخص، بيتشكلوا على هيئة حيوانات، وفي الغالب بيكون في المقام الأول للكلاب والقطط. يبقى كده بيتشكلوا على هيئة أشخاص أنت تعرفهم، ممكن يكونوا متوفين، ممكن يكون نفس شخص المتوفى اللي أنت رايح علشانه المقابر، وبيتشكلوا على هيئة حيوانات. في الغالب دايما بيقال أن الكلاب والقطط بيكون اللون الأسود، لكن في مكتوب ملحوظة في الآخر قريتها أن مش شرط تكون اللون الأسود. بعض الحشرات اللي بتبقى موجودة بصفة مبالغ فيها في المقابر، وبيبقى مش مفهوم ومش منطقي تواجدها بالكثرة دي في المكان ده. نروح لنقطة تانية، سؤال: ايه اللي بيخلي جن المقابر يقترن بالانسان او يلبسه او يؤذيه باي شكل؟ الصراخ في المقابر، البكاء والعويل، الوقوع في مقبرة مفتوحة، دخول مقبرة مفتوحة من باب الفضول، الحديث بصوت عالي، التهريج، اتخاذ المقابر مكان للهو أو لبعض الأفعال اللي بيحرمها ربنا سبحانه وتعالى، قضاء أوقات طويلة غير مبررة في المقابر، لأن المقابر احنا اللي بيحب يزور المقابر او عنده عادة زيارة المقابر، انت بتروح او انا بروح بندعي او نقرأ من الكتاب السماوي، سواء يعني القرآن او صلوات من الانجيل، وبعد كده بنرجع. لكن الوجود بشكل طويل ده من الاسباب اللي بتخلي الجن يبدأ يتواجد. هستأذنكم أرد على التليفون. ألو، مساء النور. أيوة، هو أعرف حضرتك، دار النشر. خلاص، وإحنا بنقفل الرواية الخامسة من نادر فودة، وهتكون عند حضرتك خلال أيام إن شاء الله. ده شيء يشرفني طبعا. شيء يشرفني جدا. شكرا أستاذ محمد. لا، هو اللي هيحصل ان احنا كمان هننزل نادر فودة الوقاد، ولكن هتنزل معدلة، هتنزل في معرض الكتاب القادم ان شاء الله معدلة. لا، مش هحرقها لك هي، لا هيحصل فيها تغيير كبير في سير الاحداث. تجديد ليها وتصحيح بعض الأخطاء اللغوية اللي ما تمش مراجعتها، لأن كانت يعني ما تمش مراجعتها لغويا للأسف. فهيتم تصحيحها، وهيتم إضافة أكتر من 3 فصول جداد، وهيتم إضافة أحداث كتير قوي.
لا 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 مش هتأثر على بناء الرواية خالص، هي هتبقى موجودة للي حابب يقتنيها يعني، لكن هي الـ 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 الرواية الجديدة اللي هي مش هينفع نقول اسمها طبعا، الله يحفظك، هتنزل في المعرض الكتاب إن شاء الله. هتكون عند حضرتك إن شاء الله التصور المبدئي ليها. أيوة أنا في المكتب يا فندم. أنا بشكرك، أنا بشكرك، مع ألف سلامة، مع السلامة. آسف إني قطعت حديثي معاكم، وهرجع تاني أكمل اللي كنا بنقوله. من علامات، في علامات بتحصل للشخص اللي أصيب أو اللي اتمس، أصيب بالمس أو اللي اتلبس كده بالبلدي من جن المقابر، إصابة بفقدان نظر مؤقت، والفقدان ده بيكون في فترات الليل في الغالب، ارتباط الشخص بالذهاب للمقابر بشكل مرضي لدرجة انه ممكن يروح بدون ارادة. مش معنى انه يروح بدون ارادة انه يعني ممكن يكون خدني التعبير انه مش بيروح هو مش حاسس، لا هو ممكن يكون خارج ويلاقي نفسه عاوز يروح في 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 حاجة بتلح عليه انه يروح، برغم انه ما كانش ده وجهته ولا هو ناوي يروح المقابر، لكن مجرد ما بيروح مشوار وهو في المشوار يقول هخلص المشوار واروح التراب، هخلص واروح ازور المقابر، مش مرة ولا اتنين، لا ده بصفة مستمرة. في عرض جسدي مكتوب في الموسوعة ان ظهور بعض البقع الحمراء ومع التدقيق فيها بتشوف اشكال غريبة جدا اشبه بالرسومات. للأسف هم مش حاطين صورة، عشان لو كانوا حاطين صورة أنا كنت نشرتها وبعتها لأحمد يونس يحطها في القصة، لكن هم كاتبين كده فقط. من بعض الأعراض الجسمانية حرارة شديدة بدون سبب طبي، وكمان ألام في الظهر وألام في الجنب، وأحلام طبعا متكررة بصفة مقلقة وكوابيس في الغالب يعني، والكوابيس بتكون كلها مرتبطة بالقبور وبالموتى وزيارة الفرد أو الإنسان للمقابر ليلا. تبتدي تشوف حلم متكرر بوفاتك، ان انت تشوف مشهد وفاتك، ربنا يديك طول العمر طبعا جميعا، لكن بتشوف مشهد الوفاة بتاعك والناس والدفنة والعزة وكل ده بتشوفه، وبتشوف نفسك وانت بتدخل القبر. بعض حالات الشلل في القدمين، ويمكن البعض يفتكر، مش عارف تفتكروها ولا لا، احنا حكيناها قبل كده، قصة راجل اتدفن حي بالغلط وقضى أيام في المقابر واتلحق وخرج، ولما خرج أصيب بشلل في إحدى قدميه وكان شكلها صعب جدا، وبيقول إنه هو بيحاول يخرج من القبر اللي كان محبوس فيه كان في إيد بتشده كل ما يطلع خطوة لقدام، كانت بتشده من رجله اللي أصيبت بالشلل. بعدها قالوا إنه أصيب بمس وهو في القبر. من كام سنة انتشرت في الصعيد حكايات عن حيوانات غريبة، الحيوانات دي قالوا انها بتطير وكانت بتظهر في محاولة التنقيب عن اي مقابر فرعونية، وتقال انها ما ظهرتش في صعيد مصر بس ظهرت في اي مكان، وكانت ليها اوصاف ثابتة، انها حجم الطائر كبير، شكله غير معروف وغير تقليدي، وكانت بتحاول تهاجم الاشخاص اللي بينقبوا عن الاثار. الموضوع ما حدش توقف عنده كتير، لكن المهتمين بعالم الماورائيات قالوا ان ده راصد، ودول راصد من الجن اللي بيحفظوا القبر وبيحاولوا يحموه، بيكونوا هم اللي بيظهروا في شكل هذه الطيور علشان يخلوا اللي بيحاول ينقب يرجع في قراره. في حكاية بتتقال عن مقبرة الملك أمنحتب الأول اللي البرديات بتؤكد وجودها على بعد أمتار من الشرفة الثالثة بمعبد حتشبسوت،
ولكن على مدار 5 سنين كانت البعثة الأثرية بتحاول تلاقي فيها المقبرة. بعد ما بيوصلوا لها وبيلاقوا السلم اللي بيوصل ليها كل حاجة بتختفي فجأة، والسلم اللي شافوه بيتحول لكتل صخرية عادية وليست بسلم. البعض فسر ده ان في جن حارس للمقبرة بيخفيها عن العيون وبيسبب يعني زي ما بيقولوا تشتيت للرؤية علشان محدش يقدر يوصل لها. وبيقال كمان ان الجن الراصد تسبب في اشتعال الحرائق في بعض الخيام للبعثة اللي كانت بتحاول اكثر من مرة تنقب عن المقبرة. والاكثر من كده ان في 2 من اللي كانوا مشاركين في التنقيب اشتعل بيتهم كمان. ومكتوب برضو حكايات عن كتير من عائلات كانوا بيفتشوا عن الاثار تحت بيوتهم، والجن الراصد عاقبهم بإشعال النار في بيوتهم بشكل متكرر وبدون أي سبب. في بعض المحافظات المصرية النار بتشتعل في البيوت بدون توقف وبدون سبب، وتقال إن بعض هذه البيوت في القرى دي كانت بتنقب عن الأثار، وده كان الجن أو راصد المقابر هو اللي بيسبب هذه الحرائق. ومكتوب حكاية ميم نون واو اللي هو بيقصها في الموسوعة، وبيقول انه تعرض للشلل في ايده بعد العثور على باب احد القبور اللي كانوا بينقبوا عنه. وبيحكي برضو بيقول ان 3 من اللي كانوا موجودين معاه اخدوه وطلعوا بيه علشان يودوه على طول لطبيب، وقالوا ان هم هيرجعوا يكملوا. لما رجعوا يكملوا الباب اختفى تماما. للأسف هو الوحيد اللي أصيب بده، وعلى حسب روايته بيقول لأن أنا كنت اللي متزعم عملية التنقيب مش في منزلي بس، ده في حوالي أكتر من 12 منزل، وده كان عقاب ليا علشان أتوقف، وبالفعل أنا توقفت عن التنقيب عن الأثار تحت البيوت. لما نروح لعلماء الاثار بنلاقيهم بينفوا تماما ده، وبيقولوا ان مفيش حاجه اسمها جن الرصد، وبينفوا تماما لعنه الفراعنه كمان، وبيقولوا ان لعنه الفراعنه مرتبطه بميكروب مش اكتر بيبقى موجود في المقبره بفعل الزمن. والبعض قال لا بيبقى موجود بشكل مقصود علشان هم كانوا بيصنعوا هذا الميكروب من اجل الانتقام ممن يحاول اختراق او فتح المقبره. ده كلام علماء الاثار، واحنا قلنا لك بعض الوقائع، وفي الاخر برضو يعني الاختيار ليك اذا كنت بتصدق ده او ده، برضو شاركنا بالرأي. من اشهر المقابر المسكونة وذكرتها الموسوعة كانت مقبرة يمنية بتسمى مقبرة انبيخة. من الأحداث الغريبة اللي بتحصل فيها هي اختفاء الحيوانات زي القطط والكلاب والغنم والفراخ واي حيوان يقود قدره للاقتراب من هذه المقبرة. سكان المنطقة اللي حوالين هذه المقبرة بيقولوا انهم يوميا بيسمعوا اصوات غريبة وبيشوفوا انوار واضواء على المرتفعات الموجودة في المقبرة بعد نص الليل. احد سكان هذه المنطقة بيقول انه شاف ابواب المقبرة بتتفتح لوحدها، وكان بيخرج منها اتربة ودخان كثيف جدا. بيقول من هول وشدة خوفه من المنظر فقد الوعي. فضلت بصراحة أدور على رقم حد هناك أسأله ويدلني أو يقولي صحة أو عدم صحة هذه الرواية، لحد ما لقيت حد من أقارب حارس المقبرة بيقول أنه كان يبقى عمه. بيقول كان بيقول لنا أنه بيدخل أوضة الحراسة الخاصة بيه الساعة 6 ليلا وما بيخرجش منها أبدا مهما حدث إلا مع الصباح الباكر. وبيقول انه كان بيسمع كتير جدا، وكان بيسمع اصوات، وكان في ناس بتخبط او اشياء بتطرق على الباب الخاص بيه، وبرضه ما كانش بيفتح. والاحداث الغريبة دي كانت دايما بتحصل ابتداء من الساعة 8 بالليل. سألته طيب انتم مصدقين عندكم الاحداث دي؟ قال لي في البعض طبعا بيصدق فيها جدا، والبعض مش مقتنع، وخصوصا من الأجيال الجديدة بينفوا تماما تصديقهم لهذه الأحداث. ولكنه قال لي ان في مجموعة من الشباب هناك قرروا ان هم يروحوا رحلة استكشافية في فترة ما بعد نوم حارس المقبرة، وهم عارفين انه كان دايما بيبقى بعد الساعة 6 مساء بيختفي وما بيخرجش حتى لو سمع ايه. فاخدوا بعض وخدوا بعض الادوات زي الشواكيش والكشافات
وراحوا هناك بالفعل. بيكمل وبيقول عمه حارس المقبرة سمع صراخ خارج من القرب من المقبرة، فبيقول أنا ما كنتش عارف إن دول ناس بتستغيث، كل تفكيري إن دول أطياف من الجن أو عفاريت بيحاولوا يلفتوا نظري علشان أخرج ويأذوني، فما خرجتش. ولكن مع الشروق خرجت، فوجئت بمنظر بشع جدا، فوجئت بالشباب لبسهم كله ملطخ بالدم وكلهم مرميين على مسافات مختلفة في الأرض وفقدين الوعي تماما. طلع يجري استغاث بأهل المنطقة اللي موجودين حواليه وأخدوهم وودوهم المستشفى. فضل الثلاث شباب في حالة يرثى لها لمدة طويلة جدا فقدين الوعي، حتى لما بدأوا يستردوا وعيهم كانوا فقدين النطق. استمر الحال ده لمدة شهور، ولما بدأوا يستردوا عافيتهم ويرجعوا يتكلموا تاني كانت روايتهم الثلاثة متضاربة. كل واحد كان بيحكي انه شاف جن ولكن بأوصاف مختلفة. واحد منهم قال انه شافه طويل جدا اسود غليظ الملامح، التاني قال انه شاف جن قصير جدا عينيه مطموسة اسنانه بارزة كان بينزف من عينيه الاثنين دم اسود، والتالت قال انه شاف جنية وكانت في منتهى الجمال، ولكن بعد ما انساق وراها تحولت لأبشع ما يكون من الأشكال. لكن التلاتة اشتركوا في جزء آخر وأجمعوا التلاتة عليه، إن هما التلاتة اتشدوا داخل المقبرة وكانوا فقدين القدرة على التحكم في نفسهم أو المقاومة، ومجرد ما قربوا من المقبرة اتفتحت أبوابها بعنف شديد وترموا التلاتة في المقبرة واتقفلت عليهم. التلاتة برضو اشتركوا في نفس الرواية ان هم فقدوا الوعي بمجرد ما اغلق باب القبر عليهم. دي فيما يخص هذه الرواية الخاصة باليمن، وبرضو احنا بنقول لك احنا بننقلها من كتب، ولكن انا رجعت بالتليفون زي ما قلت لحضراتكم. الجزء اللي هقوله ده جزء مكتوب. مقبرة تشاو تشيلا موجودة في بيرو من زمان ولحد دلوقتي، وهي محط أنظار علماء الآثار وكل المهتمين بعالم ما وراء الطبيعة والظواهر الغامضة. المقبرة دي موجودة في أرض صحراوية في بيرو، والسكان هناك بيطلقوا عليها مقبرة الرعب والأحزان، وبتضم بقايا بشرية شكلها يوحي أنها متحنطة، وأجزاء كتير منها ظهر فوق الأرض مش مدفون زي العادة، والكل خاف وبيخاف لازال يخاف أنه يقترب لدفنها مرة أخرى. سنة 1901 أحد علماء الآثار عمل رحلة استكشافية مع مجموعة من مساعدين لمقبرة تشاو تشيلا بعد ما سمع عن المقبرة دي حكايات مرعبة كتير، وبعد دراسة الجثث اللي بتحتويها المقبرة اكتشف أنها بترجع لحقب زمنية مختلفة، يعني مش كل الجثث الموجودة في المقبرة دي من فترة زمنية واحدة، جثث موجودة من أكتر من 2000 سنة ومعاها جثث مدفونة من سنوات قليلة. وده كان غريب بالنسبة لأي حد، لأن الجميع بيخاف أنه يقترب منها وملوش تفسير. البعض فسر أن لا، أن دي جرائم قتل ممكن تخص المافيا أو جماعات منظمة وبيلقوا الجثث هناك علشان عارفين أن محدش هيقترب من المكان. أحد علماء الآثار قال إن الطريقة والظروف اللي اتدفنت بيها الجثث سابت لنا مومياوات بحالة أكثر من جيدة، لدرجة إن في بعض المومياوات شعرها موجود، وفي بعض المومياوات ملابسها لسه لابساها وموجودة. وقال إنه في أحد رحلات الاستكشاف اتصدم لما شاف جثة محنطة عينيها سليمة، وكانت مفاجأة للجميع. وبيقول إن كل اللي كانوا موجودين معاه قالوا له احنا بنخاف من نظرتها، احنا حاسين وكأنها بتراقبنا. بعض القبائل اللي ساكنين هناك بيقولوا ان في ارواح شريرة بتحرس مقابر تشاو تشيلا، وان في كنز مدفون بعناية في مكان غير معروف هناك. وذكر ان اكتر من مرة في ناس قرروا ان هم يدفنوا الجثث اللي ظهرت فوق الارض ويردموا عليها تراب. كانت بتدفن عادي ومفيش اي مشاكل، لكن في اليوم التالي كانت بتظهر من جديد وبنفس الشكل اللي كانت عليه قبل الظهور. يعني لو ظاهر من جثة ايد او رجل او الجثة كاملة كانت بتعود للظهور مرة تانية. احد العاملين في ورشة قريبة من مقابر تشاو تشيلا بيقول انه لما كان سايق العربية بتاعته شاف ضوء شديد زي البرق ما
ماشي في السماء بسرعة جنونية واصطدم الضوء بالأرض وبمنطقة المقبرة وغطاها بالكامل. بعدها بلحظات بدأ يطلع نور من القبور وأضواء قوية جدا، وشاف على الطريق أجسام قصيرة شكلها غريب بتجري، وكان أعدادها كبير جدا. بيقول حسيت بالرعب الشديد والفزع وحاولت أهرب بالعربية، لكن العربية توقفت فما كانش قدامي غير أني أفضل محبوس في العربية وتابع المشهد بدون أي حركة علشان ما ياخدوش بالهم مني. وزي ما الأضواء الساطعة ظهرت والأجسام ظهرت فجأة اختفت فجأة. مقبرة شهيرة في أدنبرا، مقبرة اسمها كيركيارد، من أشهر المقابر اللي بيحصل فيها أحداث غريبة. المقبرة دي مقبرة تاريخية وبتعتبر من أهم وأقدم المعالم الأثرية في أدنبرا. تم تأسيسها سنة 1561، دفن فيها مئات الألاف على مدار قرون. كانت الجثث بتدفن فوق بعض لدرجة أن بمرور الزمن الأرض المستوية للمقبرة تحولت لتل من العظام، وأطلق عليه تل الجماجم، وده لأن خلال فترة الأوبئة والمجاعات اللي تعرضت ليها البلد في العصور الوسطى كان بيتم دفن كل اللي بيموتوا في مقابر جماعية في حفرة كبيرة، وبعد كده بطلوا يحفروا وبقوا يحطوهم أجسامهم على بعض ويحطوا عليهم طبقات من الطين، فتحولت لأشبه ما يكون فعلا بجبل أو تل بشري. جوه مقبرة كيركيارد في ضريح مدفون فيه محامي اسمه جورج ماكنزي. الراجل ده تسبب في سجن الكتير من المظلومين في السجن الموجود هناك في منطقة المقابر، لأن كان في سجن موجود فعلا قديما وكان بيتم تعذيبهم بقسوة شديدة تحت إشرافه، لدرجة أن البعض أطلق عليه بلادي ماكنزي. وبيقال أن تابوت ماكنزي كان بيتحرك بعد ما اتدفن وما استقرش في مكانه لمئات السنين. ومن الحاجات الغريبة كمان اللي في ضريح ماكنزي هو الحرارة العالية التي لا تحتمل في منطقة دفنه. طبعا اكيد انتوا عارفين انه كل اللي هيتقال وقتها ان هذا الرجل هو رجل من الجحيم وانه بيحرق الان وده سبب الحرارة الموجودة. نروح لسنة 1998 ودي مش بعيدة. احد المتشردين كان مش لاقي مكان يختبئ فيه من البرد الشديد، تسلق الاسوار ودخل المقبرة لانه كان بيطارد كمان من احدى الجماعات اللي كانت عايزة تنتقم منه لسبب ما. لقى كل القبور والأضرحة مقفولة بأقفال كالعادة فيما عدا ضريح واحد مفتوح، فقرر أنه يستخبى فيه. المكان ما كانش مظلم، كان في فتحة في السقف بتدخل نور بسيط جاي من السماء وجاي من الأماكن الإضاءة اللي حوالين المقابر وأنوار الشارع. لفت نظره وجود فتحة كبيرة في أرضية الضريح، طلع من جيبه كشاف صغير وسلطه على الفتحة. اتفاجئ بوجود سلم حجري بينزل لتحت، ما قاومش فضوله ونزل تحت وكان عنده أمل أنه يلاقي كنز أو حاجة. عثر على 4 توابيت فقال فعلا دي كنوز وهحصل عليها دلوقتي وده حظي وإن الحياة ابتسمت لي. فتح أول تابوت لقى فيه جثة قديمة متيبسة، فتح التاني وهو بيفتحه رجله اتزحلقت ولقى نفسه بيقع في حفرة تانية، لكن الحفرة التانية كانت عبارة عن حفرة مليئة بالجماجم. كانت الجماجم بتحيط بيه من كل ناحية، جماجم فقط. حاول يخرج من الحفرة بكل ما عنده من قوة، فضل يحاول فوق 4 ساعات وقدر فعلا يخرج وطلع يجري بأسرع ما يمكن. لما الحارس شافه خارج من المقبرة ظن انه جن وجري وخاف هو كمان. من وقتها بدأت الأحداث الغريبة في الظهور. أكتر من 350 شخص قالوا إنهم تم مهاجمتهم من أشباح أثناء زيارتهم للمقبرة أو مرورهم بجوارها. سيدة كانت في زيارة لمقبرة كيركيارد علشان تتعرف على معالمها التاريخية، اقتربت من الضريح وحاولت تشوف إيه اللي جواه من خلال الشباكين الصغيرين الموجودين، وهي بتبص قوي ومركزة بتقول حسيت بنسمة هواء باردة جاية من جوا الضريح اصطدمت في وشي. رجعت بوشي لورا ورجعت بصيت تاني. بتقسم انها وهي بتبص على المكان المظلم جوه شافت عينين مضيئة بلون ازرق. هربت. تاني يوم وهي بتبص في مرايتها الصبح لقت وشها مليان كدمات وعلامات غامقة كأن في حد ضربها ضرب مبرح، وكانت بتشوف العينين المضيئة الزرقاء في اوضتها بالليل وهي نايمة أو في صالة البيت أو في الحمام.
الحدث ده ما كانش الأخير. خلال شهور قليلة كان في أعداد كبيرة بيقولوا إن هم تعرضوا لهجوم من الأشباح برضو بسبب مرورهم أو زيارتهم للمكان. حسوا برضو بالهواء والبرودة الشديدة، وحسوا بأصابع متلجة بتلمس أجزاء من جسمهم. البعض بالغ أو ده حصل أو ما حصلش بيقول إن هم تعرضوا للضرب. الجزء المشترك بينهم جميعا هو الهواء البارد أو الريح الباردة اللي شعروا بيها، والكدمات اللي ظهرت على أجسامهم بعد مغادرتهم بيوم أو باتنين. اللي تعرضوا لهجوم هم بيزوروا المقبرة قالوا إن هم ما شافوش أي حاجة غريبة، ولكنهم كانوا حاسين إن في حد بيتابعهم وبيراقبهم دايما. أحيانا بيحسوا إن هم في حد ماشي وراهم وهم ماشيين لوحدهم في الشارع بالليل، وأحيانا بيحسوا إن في حد بيلمسهم وهم نايمين. سوزانا تشيلز قالت إنها زارت المقبرة خلال إحدى الجولات المسائية وما شعرتش بأي حاجة غريبة، لكن تاني يوم الصبح لقت علامة غريبة تحت عينها الشمال وكأن في حد مخربشها. كريم بيرن بتقول إنها مرت بأسوأ تجربة في حياتها أثناء زيارتها للمقبرة. بتقول إنها حست بدوخة شديدة ونغز في إيدها لدرجة إنها ما بقتش حاسة بيها، وقلبها كان بيدق دقات متسارعة جدا، وكانت بتحاول تقاوم علشان ما تفقدش الوعي. وفي اللحظة دي بتقول شعرت بضربة قوية جدا على راسي، جريت زي المجنونة علشان أخرج من المكان بأي شكل، وما كنتش قادرة أتوقف عن الصراخ والبكاء. ماري بوجن قالت إنها لما كانت في الضريح ده حست بألم شديد فوق صدرها، وبالألم بدأ يتغير كأن في حاجة بتحترق في جلدها. بتقول شافت في مكان الألم بقعة حمراء كبيرة، والبقعة زادت الاثنين والثلاثة. خرجت تجري من المقبرة، ومجرد خروجها من أرض الضريح البقعة اختفت بالكامل. سكان البيوت اللي حوالين الضريح كانوا بيتعرضوا لحوادث غامضة، زي ظهور كدمات غريبة على أجسامهم، أو إن هم يصحوا في وسط الليل على صوت خبطات على حيطان البيوت وعلى الشبابيك، وروائح غريبة وكريهة كانت بتظهر فجأة في البيوت، وكلهم أجمعوا على هذه الروايات. ولكن زي ما أنا عودتكم في ملف كائنات الظلام، في ملف جن المقابر كان لازم برضو أستمع لروايات بعض الشهود المصريين فيما يخص جن المقابر. الرواية الأولى، الحاجة سعاد. الحاجة سعاد مرت بتجربة من أصعب التجارب اللي ممكن أم تمر بيها. بتحكي وبتقول إن هما كانوا رايحين إسكندرية، وحصل حادث تسبب في إن زوجها وابنها وبنتها ماتوا. بتقول فضلت فقد الوعي بعد الحادث لمدة قد تصل لأسبوع، وبعد ما استرديت وعي لقيت أخويا وأصدقاء ولادي، فأدركت الكارثة. من اليوم ده بقت زيارتي للمقابر يوميا، كنت بروح وأقعد وأحكي لهم كل حاجة بتحصل في حياتي. الكل كان مستغرب إن أنا ما انهارتش أو ما متش بعدهم، أو ما أصبتش بجنون أو بلوثة عقلية، وإني صبرة. أنا فعلا كنت صبرة، وكل اللي بدعيه من ربنا دايما كنت بدعي إن أنا حصلهم قريب. بتقول كنت بروح ومعايا حاجة زي فرشة كده بحطها على الأرض وافترشها وأقعد شوية أقرأ قرآن، شوية أدعي، وبعد كده أفضل أحكي لهم على كل حاجة بتحصل، وأحكي لولادي على ذكرياتي معاهم في طفولتهم، وأتكلم مع زوجي عن ذكرياتنا مع بعض. بتقولي أنا كنت دايما بروح في الفترة اللي من بعد صلاة العصر. في يوم وأنا قاعدة حسيت بنسمة من الهواء اللي هي بتخليك عاوز تنام، فلا إراديا مددت على الأرض قدام القبر ونمت. ونمت يمكن بعمق وبراحة وهدوء نفسي بعد فترة طويلة جدا من بعد الحادث اللي تعرضت ليه وفقدت فيه أسرتي. صحيت على صوت بيهمس في ودني. لما صحيت لقيت زوجي وبنتي وابني قاعدين التلاتة حواليا. قمت قعدت واخدتهم في حضني وانهارت في البكاء لأول مرة، وكنت فاكرة كويس أنا عمال أقول لهم انتوا ليه سبتوني، خدوني معاكم هناك. بنتي اتكلمت وقالت لي أنا عاوزك تقللي تواجدك هنا يا أمي، أنا عارفة أنك ما بتجيش تبكي ولا بتعملي حاجة حرام، ولكن قللي شوية. قلت لها مش هقدر. اتكلم ابني وقال في اللي بيحموك يا امي هنا، ولكن في اللي عاوزين يأذوكي.
أرجوكي قللي تواجدك هنا. والدهم كان ساكت ما بيتكلمش. بصت له وقلت له أنا عاوز أجي للمكان اللي انتوا فيه، في كتير بيراقبوكي وبيتضايقوا من تواجدك المستمر وبيتضايقوا من الأدايا اللي بتقوليها. لما تصحي هتلاقي اللي يأكد لك كلامنا. سألت صاحبة الرواية قلت لها طب ايه اللي لما صحيتي لقيتيه؟ قالت لي انا لما صحيت مفزوعة جدا، قلبي كان بيدق بسرعة، لقيت الوقت في المغرب، يعني معنى كده ان انا نمت مدة طويلة. جيت اقوم يا ابني من على الفرشة مش قادرة، رجلي الاتنين واقفين، وعلشان اوصف بالظبط اللي بيحصل هما ما كانوش واقفين، انا كنت حاسة كل رجل في ايد مسكاها ضغط عليها في الارض علشان ما اعرفش اقوم. كل ما احاول اقوم الايد اللي ماسكة رجلي تضغط اكتر، وبعدها في ايدين اتنين مسكتني من كتافي. كنت قاعدة علشان احاول اقوم زي ما اقولك، الايدين الاتنين زقوني الاتنين وقعوني خلوني انام تاني في الارض. كل اللي كان على لساني وقتها اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. الموضوع كله ما استغرقش اكتر من دقيقة، جسمي اتفك وتحل من اللي ماسكه ده. في الاول حاولت اقوم، كان الموضوع صعب، كنت بمشي على ايديا ورجليا قدام القبر لحد ما قمت وقفت ومشيت، بعد كده اتكعبلت ووقعت، بعد كده رجعت مشيت تاني. وصلت البيت وكانت حالتي صعبة جدا، وكلمت اخويا حكيت له على اللي حصل. قال لي انه ياما نصحني ان انا لازم اقلل ذهابي للمقابر، وان المقابر ليها جن وليها وارد وليها حارس، وزي ما الجن الطيب والجن الغير طيب موجودين في كل مكان اكيد هيكونوا موجودين في منطقة المقابر. تاني يوم الصبح هو راح هناك ولقيته جاي لي ومعاه الفرشة اللي كنت بحطها في الارض علشان اقعد عليها، وانا طلبت منه ان انا عاوزاها لان دي كانت الفرشة اللي بنقعد عليها انا وولادي وزوجي دايما في البلكونة بتاعت البيت. كانت فيها اجزاء متقطعة ومكان كل قطع محروق، زي ما يكون حد جاب قطع فحم مشتعلة وحطها على اماكن متفرقة من الفرشة دي. من وقتها يا ابني يا نادر بطلت اروح هنا خالص. نهال بتحكي قصة والدتها وبتقول ماما الله يرحمها بعد وفاة أختي الأكبر مني الله يرحمها هي كمان عملت عادة غريبة استحدثتها، وماما علشان كانت شخصيتها قوية كان صعب جدا ان احنا نثنيها عن اي حاجة. راحت اشترت كرسي من اللي بنشتريه نحطه في المساجد كصدقة جارية، وبقت تروح تقعد قدام قبر اختي يوميا. حاولنا باكتر من طريقة نقول لها قللي يا امي زيارتك للقبر، قللي تواجدك هناك. كان رد فعلها دايما زعيق وخناقة ومحدش ليه حاجة عندي، فسكت في الاخر. في يوم امي خرجت كالعادة علشان الزيارة، بعد ساعتين لقيت الموبايل بتاعي بيرن برقم امي، فرديت عليها عادي، لقيتها بتقول لي كلمة واحدة بس، الحقيني. ما كنتش عارفة بعمل ايه غير اني نطيت في تاكسي وركبت وجريت على مكان المقابر، وكان معايا جارنا اللي قابلته بالصدفة على السلم وقلت له ارجوك تعالى معايا امي شكلها تعبت في المقابر. بالفعل رحت لقيت امي وقع من على الكرسي وفقد الوعي، ومحدش شافها لان المقابر اللي فيها اختي الله يرحمها في منطقة جوه قوي في وسط المقابر. خدناها وجرينا بيها على المستشفى وتعمل لها الاسعافات المطلوبة. لما فاقت امي قالت وانا قاعدة بقرا لاختك الكرسي اترفع بيا من على الارض، اترفع اترفع اترفع، بقيت ماسكاه وخايفة اقع من عليه وعمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لكني سمعت حد بيهمس في ودني مش كل يوم مش كل يوم
مش كل يوم. بعدها حاجة زقتني من على الكرسي، طلعت التليفون وانا بتألم ألم شديد وكلمتك. بعدها بأسبوع يا أستاذ نادر أمي ماتت. فضلت طول الأسبوع ده ما بتنامش، ما بتاكلش، بتعيط، مرعوبة، مفزوعة. خلتني أنام جنبها يوميا. اليوم اللي قبل وفاتها قالت لي أنا حاسة بضربات قلبي زايدة جدا. أخدتها ورحت بيها المستشفى، طلبوا أنها على طول تدخل للرعاية وماتت. أنا متأكدة أن زيارتها للمقابر كانت سبب، طبعا الأعمار بيد الله، ولكن أنا متأكدة برضو أن اللي كلمها ده حتى لو ما أذاهاش، مجرد بس أنه كلمها هو اللي أصابها بالحالة دي وخلاها تموت. خضرة، خضرة من السيدات الريف اللي عندهم عادة ان هم يوم العيد الفجر قبل صلاة العيد لازم يروحوا يزوروا المقابر، ودي عادة فعلا موجودة في العديد والعديد من القرى المصرية. اللي بيحكي القصة هو ابنها الحقيقة، مش هي، لان هي مش حابة تتكلم في الموضوع او مش حابة فكرة انها تتكلم مع صحافة. بيقول أمي اتفقت مع جارتنا إن هما كالعادة هيطلعوا القرافة الصبح بدري الفجر قبل صلاة العيد، يوزعوا الرحمة والنور. والرحمة والنور للي ما يعرفش بتبقى حاجة مخبوزات بتتوزع، وفاكهة وفلوس صدقة على الغلابة هناك في المقابر. جهزت السبت محطوط فيه الحاجات، قالت لي هنام وصحيني يا ابني الفجر علشان أصلي وأروح. صحيت الفجر علشان أصحيها تروح، لقيتها مشيت. اللي عرفته بعد كده إن جارتنا الست كريمة هي اللي جت وصحتها وخرجوا. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كريمة جت لأمي الساعة 1 بالليل، وكانوا فاكرين إن الفجر خلاص هيأذن. أمي بتقول أنا قلت لها يا كريمة إحنا كده مش بدري، قالت لي لأ ده السما منورة خلاص، ده الفجر هيأذن دلوقتي. بتقول كل واحدة شالت سبت على دماغها وطلعوا راحوا القرافة أو الترب أو زي ما بتسموها، وراحوا عند الترب بتاعت جدي الله يرحمه، احنا بنقول عليه سيدي، علشان يبدأوا يوزعوا الصدقة والرحمة والنور. أمي بتقول أنا كنت مستغربة يا ابني فين الناس، احنا لما بنروح الفجر يوم العيد بتبقى الترب دي ايه، ناس كتير بتبقى موجودة وناس رايحة وناس جاية، ده غير بقى الغلابة اللي بيجوا يا ابني عشان ياخدوا اللي فيه النصيب. ما كانش فيه حد خالص، الدنيا ساكتة. بصيت لكريمة وقلت لها هي الناس فين يا كريمة؟ قلت لي هتلاقيهم جايين دلوقتي، يمكن احنا بس جينا بدري شوية. امي وكريمة الاتنين لا بيفهموا في ساعات ولا بيعرفوا يقروا ولا بيعرفوا يكتبوا، فما عرفوش يشوفوا الساعة كام وهم خارجين. بتقول أمي فضلنا قاعدين شوية مستنيين حد يظهر حد يجي، مفيش. شوية وبدأت فعلا الناس تيجي، شفنا من بعيد زحمة، يجي 10-15 راجل وست جايين. كريمة قالت لي مش قلتلك هيبدأوا يجهم، جهزي بقى هنشوف دول لو غالبا نديهم حاجة، ولا هما جايين يوزعوا قدينا نقعد معهم نتسامر ونتحدث لحد ما الناس تيجي. خضرة بتكمل القصة بتاعتها لابنها اللي بيحكيها لي وبيقول لي، بتقول الناس لما قربت وبدأنا نشوفهم أكتر، شفت وشهم يا ابني شكله غير وشنا، اللي لقي في وشه يجي 3-4 عيون، واللي لقي في راسه قرنين، واللي لاقي في وشه عين واحدة، وفي منهم اللي ماشي على رجلين، وفي منهم اللي بيمشي على ايديه ورجليه زي الكلاب. بصيت لكريمة وقلت لها هما بيعملوا كده ليه؟ لقيت كريمة مبرقة وما بتنطقش. قربوا اكتر يا ابني، كانوا ماشيين وفي دخان وعفرة وتراب شديد حواليهم وهم ماشيين،
وكانوا بيقربوا 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 يا ابني، لحد ما بقى بيننا وبينهم يجي كام خطوة. كانوا عفاريت مش بني آدمين، وعمالين يطلعوا أصوات غريبة. كريمة مسكت إيدي وضغطت عليها، وأنا كمان مسكت إيدها وضغطت عليها، وعمالين نعيط. واحد منهم يا ابني قرب وجه وفضل يقرب، وقام واقف قدامنا ومتكلم. انتوا ايه اللي جايبكوا هنا دلوقتي؟ ما عرفتش ارد عليه، ما نطقتش، لساني اتعقد، لكن الدموع هي اللي مغرقه وشي، وكريمه جنبي هي كمان ما بتنطقش. امشي يلا انت وهي من هنا. خدتها من ايدها وجرينا، وبقينا نقع في الارض ونقف ونجري، وما بصناش ورانا علشان ما نشوفهمش فين. أمي يا أستاذ نادر رجعت البيت يومها وفضلت ما بتنطقش فوق الأسبوع. بصراحة ما وديناهاش لدكاترة ولا حاجة، احنا جبنا شيخ قرا عليها، ما كناش فاهمين اللي حصل، لكن احنا قلنا هي أكيد شافوا حاجة هناك الاتنين وخلاص. كان كل ما يقرا عليها تصوت وتصرخ. فضلنا على الحال ده كذا يوم، لحد ما اخر مره وهو بيقرا عليها زعقت وقالت خلاص مش هاجي تاني، مش هاجي تاني، مش هاجي. وكانت دي المره الاولى اللي تتكلم فيها، وبعدها حكت لنا اللي حصل لما شافت جن الطرب، علشان هي راحت في وقت لوحدها، وقت تقريبا مش مسموح لها تروح فيه. معظم حكايات جن المقابر البطل فيها دايما ست، لكن القصة اللي هنحكيها بطلها ما بين راجل وست، اتنين اتجوزوا في قرية مصرية. اسمحوا لي يعني عفوني ان انا مش هقول الاسم، لكن انا برضو تواصلت مع الزوج او مع الطليق لان هما اتطلقوا للأسف. بيقول انه من يوم ما اتجوز وامه عمالة تقوله مراتك ما بتخلفش، ازاي مراتك ما حملتش لحد دلوقتي. بيقول من بعد اسبوع من الزواج وامي ما بطلتش زن وندبة على دماغي. واحنا بحكم ان احنا في قرية وفي بعض الخرافات بتسيطر علينا هناك، اللي ما بتحملش في اكتر من طريقة بيتبعوها علشان يعملوها علشان تحمل. لو شفتوا فيلم الزوجة التانية، في طريقة ان الزوجة تتخض وتتحط على شريط القطر والقطر يعدي من فوقيها، فممكن في الحالة اللي زي كده هتتخض وتحمل. عملناها في مراتي، ويعيني هي كانت موافقة ونفذت وما حصلش حمل. أم قالت لي لا ما بدهاش، مراتك لازم تزور زورة الخضة. زورة الخضة دي أنا عارفها، مش محتاجة أسأل أمي عليها. يتعمل إيه؟ نزور التراب بالليل، ومراتي تتخض بأي طريقة علشان تخاف وتحمل. ومراتي كمان عارفة الطريقة اللي كانت بتتعمل ايه، ان انا هاخدها ونمشي في التراب بالليل ومطلوب ان حد يخضها. الحد اللي هيخضها ده هيعمل ايه؟ يا هيحدف طوبة في باب تربة واحنا ماشيين فجأة فتتخض وتتفزع، يا هيحدف طوبة في مراتي نفسها. مراتي علشان طيبة وغلبانة، أو طليقتي علشان كانت طيبة وغلبانة، وافقت وخدتها وطلعت من البيت الساعة 10 بالليل وتمشينا في التراب. وكانت المفروض أن أمي هتبعت لنا الداية اللي بتولد هي اللي هتخض مراتي. ما شفتهاش ولا قابلتها علشان ما عرفش المعاد اللي هتبقى موجودة فيه ولا هتعمل إيه علشان مراتي تتخض بجد. دخلنا التراب، ومراتي عيني فضلت ماسكه في ايدي ومثبته فيها، كل شويه تقول لي هي مش هتخضني بقى، هي مش هتخضني بقى، انا خايفه من غير حاجه، يلا نروح. قلها معلش معلش
فضلنا ماشيين ما ظهرتش ولا خضيتها ولا حصل اي حاجة. فقلت لمراتي خلاص احنا هنمشي، بس وانا بقول لها كده انا بفكر، وانا كده كده هضطر ارجع هنا المكان تاني، انا لازم انا اخضها باي طريقة وخلاص، المهم ان هي تخاف، وهي مش متوقعة طبعا ان انا اللي هعمل ده. قلت لها بقولك ايه، تعالي هنروح نقرأ لابويا الفاتحة ونمشي. قالت لي اه يا ريت انا عايز امشي. ورحنا وقفنا قدام تربة ابويا وقرينا له. خليت مراتي مش واخدة بالها وهي واقفة بتقرأ، وقمت شايل من الارض زلطة كبيرة، طوبة كبيرة، وقمت جاي على باب التربة وهي مش واخدة بالها، وقمت خابطها. مراتي اتفاجعت من الخضة، بس دي ما كانتش المشكلة. المشكلة ان الخبطة اللي انا خبطت بيها التربة بالباب واضح انها كانت جامدة قوي، معرفش ازاي، لدرجة ان باب التربة توارب، معرفش القفل كان مش موجود ولا الترباس مش مقفول، فالباب توارب. فضلنا احنا الاتنين واقفين ساكتين مساهمين مش عارفين نعمل ايه. مراتي اشاورت على التربة من جوه وقالت لي في حد قاعد جوه. في حد قاعد جوه انا شايفاه. قلت لها حد ايه اللي قاعد جوه؟ خلاص ما انا عملت اللي مطلوب وخضيتك وخلاص، في حاجة اسمها حد بيقعد في التربة؟ فضلت تشاور على باب التربة وتترعش تترعش. الفضول، قلت لها طب وسعي كده. زقيت باب التربة ما شفتش حاجة، لا حد قاعد ولا حد واقف، هو كفن ابويا وكم كفن قديم اللي موجودين جوه التربة. قلت لها فين؟ انت شايفة حاجة انا مش شايفها؟ هي ما بتعملش حاجة غير انها بتشاور على التربة وايديها بتترعش وعمالة تعيط. زعقت فيها وقلت لها انا مش شايف حاجة، ايه اللي انت شايفاه انا مش شايفه؟ بصي كده. لاحظت حركة ورانا، ملحقتش ابص لأني لقيت مراتي اتقلبت واتزقت ووقعت جوه التربة. بصيت ورايا لقيت الداية قالت لي كويس كويس ان انا اتأخرت، ده انا جيت في الوقت المناسب. هي ما كانتش عاملة حسابها لانها تزقها ولا حاجة، بس هي تقريبا لما لقيت الاحداث تصاعدت وعليت قالت علي انا كمان. مراتي من وقت ما اتقلبت في التربة ووقعت ما حطتش منطق. قلت لها طلعها، قالت لي لا سيبها شوية، سيبها دلوقتي. عدى يجي دقيقة ولا دقيقتين، جيت اخدها قالت لي لا سيبها تاني. قلت لها وسعي ستي انتي من قدامي. شدت مراتي كانت فقد الوعي، فضلت افوق فيها افوق فيها، انفجرت في العياط، سندتها ورجعنا البيت. ومن يومها كل يوم تصحى من النوم تصرخ وتصوت وتقولي عفريت ابوك كان قاعد في التربة، وعفريت جدك كان قاعد في التربة، شفتهم كلهم قاعدين، ولما زقتوني وقعت عليهم. بعدها بدأت معاملتها ليا تتغير. الأول قطعتني وما كلمتنيش، بعد كده بدأت تتخانق معايا كل يوم، لحد ما في يوم صحيت من النوم ملقتهاش. طلعت أجري على بيتهم
لقيت أبوها بيقول لي زي ما دخلنا بالمعروف يا ابني هنطلع بالمعروف. أنا أول مرة أعرف اللي أنت عملته في بنتي. قلت له يا عمي ما أنت عارف إن ده بيحصل في البلد كلها وأمي. قال لي أنت مشيت ورا أمك لحد ما خربت بيتك. بنتي لازم تطلق. حاولت يا أستاذ نادر بأكتر من طريقة إن أنا ما طلقهاش، لكن للأسف هما أصروا وأنا ندمان جدا على اللي عملته. اللي عرفت إن هما سافروا بيها مصر عشان يعالجوها، ودخلت مستشفى، يعني مش هقول مستشفى المجانين ولا حاجة، مستشفى أمراض نفسية، وفضلت فيها شهور تتعالج من اللي حصل لها. لحد دلوقتي أنا لم سامح نفسي ولم سامح أمي. أنا نادر فودة، أنا الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. يشرفني دايما متابعتكم من خلال قناة أحمد يونس على يوتيوب، ومن خلال كلام معلمين على الراديو 90-90، ومن خلال صفحتي على فيسبوك نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. الأطفال هم اللي دايما بنقول عليهم أحباب الله، هم أغلى حاجة في حياتنا. وزي ما أنت أطفالك، ولادك، إخواتك الصغيرين، أو أي حد من عيلتك غاليين عندك، أطفال الجن برضو غاليين عندهم. طبقا للموسوعة اللي حكيت لكم عنها واللي سألني عنها ناس كتير منكم، ولكن أنا أحب أحتفظ بمصادري لنفسي، بس كل اللي أقدر أقوله أنها موسوعة قديمة تقريبا من سنة 1912 غالبا. يعني طبقا ليها، صغار الجن بيعتبروا لسه أطفال وهم عندهم العديد من السنين. ده في مصدر بيقول أن الطفل الجن بيفضل لحد ما يكون عنده 90 سنة طفل، بعد 90 بيدخل في مرحلة المراهقة. ليهم نظام حياة غيرنا وتقاليد وطقوس، ففكرة ان احنا نتكلم في سنهم ونستغرب من فكرة 90 سنة مش دي اللي هنتوقف عندها. اطفال الجن ليهم نفس عقلية الاطفال العاديين، بيتميزوا بعند شديد وبيحبوا نفس الحاجات اللي الاطفال العاديين بيحبوها. من اسباب اقتران اطفال الجن بالانس ان هما بيبقوا عايزين كأي طفل يلعب مع حد. فتلاقي ابنك او اي طفل في البيت عندك بيقولك في حاجات اختفت من البيت، لعب تحديدا، او مثلا لعبة من لعب ابنك تلاقيها مكسورة ويفضل يقسم ويحلف مش انا اللي كسرتها. وبتكون حاجة من الحاجات الغالية عند الاطفال، الالعاب اللي هي يعني زي ما يقولوا العزيزة بتاعتهم. التلفزيون يشتغل بدون مناسبة بس يكون ابنك او الطفل اللي موجود في البيت موجود في الوقت ده. وجزء معتاد وبنتكلم عنه كتير انك تلاقي طفل في البيت عندك بيتكلم مع شخص مش موجود، وده يعني مش احنا اللي تناولناه بس، ده كل افلام الرعب والمسلسلات اتكلمت عنه، ولانه ده بيحصل. وجود الصديق الوهمي الخفي، هو بيبقى مش صديق من خيال الطفل ولا حاجة، هو بيبقى صديق من العالم الاخر. الموسوعة كاتبة ان مفيش قلق من صغار الجن ابدا، طول ما انت ما بتوجهش ليهم اي اذية بقصد او بدون قصد، لكن في حالة الاذاء هما ما بيعملوش حاجة، مش هما اللي بينتقموا. بعض التصرفات اللي بنعملها زي ما احنا سمعنا عنها كتير، دلق المية السخنة ليلا في الحمام، او دلق زيت مغلي في اي مكان ولكن قبل انتظار انه يبرد، ده برضو من الحاجات المؤذية ليهم جدا. الصراخ، صراخ الاطفال في الحمام، البكاء، او وقوع الطفل بقوة على الارض ليلا، او في فترة المغرب، او في فترة الظهيرة. نقطة كمان وللأسف بيقع فيها كتير من الاطفال ومحدش بيوقفهم، ايذاء الحيوانات بكل وبكافة اشكالها، لان احيانا الحيوان ده بيكون زي ما بيقولوا عليه جن، فكده انت مش بتأذي الكلب او القطة، انت بتأذي الجن نفسه. من الحاجات اللي حذروا منها جدا القاء حجر او طوبة في بحيرة او في مية ركدة، وليه قصص كتير برضو في هذا المجال عن ناس اتعرضوا للمس
وأطفال تحديدا اتعرضوا لمس من جن الأطفال، لأن هو صغار الجن بيبقوا موجودين في البحيرات الراكدة. زي ما أولادك بيحبوا يروحوا البحر أو أخواتك بيحبوا يروحوا البحر، هم ليهم أماكن بيحبوا يروحوها، فما بيروحوش شط اسكندرية وما بيروحوش الشواطئ العادية، لا بيروحوا البحيرات الراكدة والمهجورة. طبعا قراءة الكتب اللي بتستخدم في تحضير الجن ومحاولة إيذاء الجن أو حرقه في شكل من أشكال الانتقام بيكون انتقام من أطفال البشر، إن هو زي ما أنا البشر بيفكروا ينتقموا من بعض ويقول له هحرق قلبك على أولادك، الجن ممكن يفكر بنفس الطريقة. فكده بنخرج من النقطة دي ان انتقام الجن مش الاطفال او صغار الجن هما اللي بينتقموا، لا الكبار اللي بينتقموا لو حصل اذية لأي من ابنائهم. بيقال عن صغار الجن ان هما بيتمتعوا بحواس حادة جدا واكثر حدة من الكبار، لدرجة ان هما بيسمعوا حاجات بتحصل على مسافة اضعاف الكيلومترات اللي بيسمعها الكبار. أشكالهم متغيرة حسب القبيلة اللي جايين منها بألوانهم وأطيافهم، زي وزيك بالظبط، في منا الأبيض البشرة وفي الأسمر وفي الأغمق، يعني كل واحد فينا بشرته بتعود أو شكله أو مواصفاته للعشيرة أو للقبيلة اللي بيندرج منها، ما هو في الآخر إحنا عائلات وهم نفس الموضوع. لو حصل وتعرض طفل منهم لفقد والدته ماتت، بيتم توجيه إحدى الجنيات فورا للتبني، بتتبناه فورا، وبيكون عليها مهمة صعبة مش هينة، إنها تحل محل الوالدة. وللأسف بتكون المهمة دي صعبة وقد تكون مستحيلة، فالطفل أو صغير الجن بيعمل إيه؟ أسهل شيء بيلجأ له إنه بيتواصل مع أطفال البشر اللي موجودين في المحيط اللي هو عايش فيه، في منزل، في قرية، في مدينة، في أي مكان، فبيتواصل مع الأطفال وبيبدأ يوجه لهم رسائل إنه وحيد وعايز صديق لي من البشر. فبيبدأ الطفل يتواصل معاه ببراءته وبيقول له إنه هو موافق على الصداقة دي، فبتتطور العلاقة وبيبدأ الجن الصغير إنه يطلب من الطفل إنه يتواصل مع والدته وإن يوصل لها رسالة إن في طفل تاني عايز يحظى بالرعاية زي ابنك بالظبط. ردود أفعال الأمهات في الغالب رفض وعدم التصديق، مش قصة رفض، عدم التصديق الأول، بعد كده في حالة إنها بيتجسد لها أو بتشوف ما يدل على صدق كلام ابنها، فبتبدأ في الأول تخاف ترفض، فيبدأ الطفل يمارس نوع من أنواع الترهيب للأم في إنه يحاول يأذي الطفل نفسه أو يحاول يبين لها بشكل أو بآخر إنه ممكن يحرمها من ابنها. ففي اللي بتهرب، في اللي بترفض، في اللي بتوافق اضطراري، ودي برضو من القصص الكثيرة اللي تناولتها العديد من الأفلام العالمية في قصة تواصل صغار الجن مع الأمهات في البحث عن أم بديلة. وجود صغار الجن في بيتك بيقترن بظواهر غريبة، زي ما قلنا فيما يخص تكسير ألعاب الأطفال، اختفاء ألعاب الأطفال، رسومات على كراسات الرسم الخاصة بالأطفال والسكتشات، ودي برضو ليها أكثر من قصة ممكن نتناولها في القصص اللي هنقولها كمان شوية. الاهتمام بتسريح شعر البنات وهم نايمين. الطفلة تصحى من النوم تلاقي شعرها متسرح ومتضفر كمان. في الحالة اللي زي كده بتكون جنية صغيرة بتحاول تتواصل مع الطفلة. وجودهم مقترن كمان بأصوات معينة جايبين لكم تسجيل منها وهسمعه لكم دلوقتي. التسجيل ده اتسجل في مستشفى لعلاج الأطفال في استراليا وتم تفريغ الصوت من كاميرات المراقبة. تعالوا نسمعه. دلوقتي هنروح للقصص أو للأحداث وهنذكرها بترتيب اللقاءات اللي أنا أجريتها مع أصحابها. البعض عادي كان ما عندوش مشكلة خالص في أنه يذكر اسمه، والبعض رفض واكتفينا بحروف، وقد يعني تكون الحروف غير حقيقية للأمانة يعني.
صاحبة القصة الأولى مدام نهلة. قابلتها وسط البلد جنب مقر الجورنال وشربنا قهوة سوا وحكيت لي الآتي. بتقول أنا كان عندي بنت كانت 5 سنين، دخلتها الحمام وكنت مستنيها برا، وما فاتش دقيقة لقيتها بتصرخ وبتضحك وبتزعق كأن في حد معاها جوه بيلعبوا. فزعقت ليها الحقيقة من برا وقلت لها بطالي ما تزعقيش في الحمام بطريقتنا، الله يطلع لك عفريت. سكتت خالص، بعدها بشوية رجعت تاني تضحك. فتحت الباب ودخلت عليها، لقيت بنتي لبسها كله وغرقان مية. قلت لها ايه ده؟ قالت لي حذرة كانت بتلعب معايا. سألتها مين؟ قالت لي هي اسمها كده يا ماما، اسمها غريب، اسمها حذرة. قلت لها بتلعب معاكي ازاي؟ قالت لي كانت بترش عليا مية وانا كمان كنت برش عليها مية، بس لما كنت برش عليها يا ماما المية ما كانتش بتبوظ لها هدومها. بتقول يعني ما ادتش الموضوع اكبر من حجمه. في نفس اليوم جت اختي وولادها زاروني، وولد من اولاد اختي كان عاوز يدخل الحمام، فانا كنت معديه رايحه المطبخ فلقيته واقف قدام باب الحمام بيقدم رجل وبيأخر رجل. لفت نظري المشهد، ما اتكلمتش، وقفت ابص عليه، لقيته كل شويه يقرب من الحمام علشان يدخل وبعد كده يرجع خطوتين، وكان وشه شبه متجمد بيبص على حاجة ومبرق جدا. فأنا قلت له حبيبي مش عاوز تدخل الحمام ليه؟ قال لي في بنت صغيرة موجودة في الحمام واقفة هنا مش عاوزاني أدخل. اتحركت بسرعة ورحت عنده، ما كانش في حاجة في الحمام الحقيقة. قلت له فين يا حبيبي؟ قال لي كانت واقفة هنا دلوقتي قدامي. قلت له شكلها ايه؟ قال لي لبسها كله عليه مية وشها ازرق وفتح بقها على الاخر وسنانها غريبة وشكلها مخيف ونازل من سنانها حاجة زي الخيوط بتتحرك زي التعابين. من بعد الواقعتين دول انا بدأت اسمع اصوات غريبة في البيت. كنت ببقى نايمة واسمع صوت حنفيات الحمام كلها بتتفتح، ادخل الحمام الاقي الحنفيات مقفولة. بدأ الموضوع يتخطى ده. صحيت في مرة ما كانش في البيت غيري انا وبنتي علشان جوزي مسافر دايما في دولة عربية بيشتغل. صحيت لقيت بنتي اللي نايمة جنبي على السرير وهي طفلة زي ما قلتلكو قاعدة، وكانت بتوشوش حد كأنها شايفاه. ربنا ألهمني ان انا ما اعملش اي حركة مفاجأة، انا مجرد فتحت عناية بس وكنت مديها وشي. كانت بتهمس وبتتكلم، بتقول ماما لو صحيت هتزعل مني، ماما لو صحيت هتزعل مني. وبعدها بدأت تشاور بايديها كأنها بتكلم حد وبتحرك ايديها متفاعلة في الكلام. رجعت سمعتها بتقول ما تخوفيش احمد ابن خالتي تاني، خليه يلعب معانا، ما بتحبيش الولاد بس هو طيب ولو انت صاحبتيه بتحبيه جدا. كل ده عبارة عن حوار من طرف واحد. ما قدرتش اسكت، قلت لها حبيبتي بتكلمي مين؟ ما ردتش عليا ورجعت نامت في السرير بمنتهى الهدوء. كلمت جوزي وقلت له تنزل فورا، في مصيبة بتحصل في البيت، بنتك اتلبست وانا مش عارف اعمل ايه. قال لي هنزل بس يعني على ما اعرف اخلص ورقي وهنزل اخد اجازة اسبوع. كلمت اخويا قلت له من فضلك تيجي تقعد معايا اليومين ثلاثة اللي جايين دول علشان انا خايفة اقعد في البيت لوحدي، وما حكيتلوش اي حاجة. لكن هو اللي حكالي، كان بيحكي بطريقة ان هو بيتريق، بيقولي الحمام بتاعكو في حاجة غريبة قوي، انا كل ما ادخل المية تتفتح وتتقفل لوحدها، افتح الحنفيات واجي اغسل وشي المية تتقفل، اجي اخد دش
احس ان في ميه بتترش على وشي وانا بغسله بالصابون، لحد ما في مره من ورا ستاره الحمام انا تهيأ لي ان انا شفت بنت في طول بنتك واقفه ورا الستاره، وانا عارف ومتاكد ان انا قافل باب الحمام لما دخلت. في الوقت ده حكيت له اللي حصل، وحكيت له ان جوزي جاي. قال لي لا لا ولا يجي ولا حاجه، كلمه وقال له ما تجيش وانا هتصرف. عملنا ايه؟ هو المفروض ان اجازه جوزي الطبيعيه السنويه كانت هتبقى خلال شهرين. قفلنا الحمام بما لا يقل عن 12 ترباس من بره، وحطينا قفل ورز على كل ترباس منهم علشان الحمام ده محدش يدخله تاني، وكان اعتمادنا على الحمام التاني اللي موجود في البيت. الدنيا هديت لمدة يوم، ما يزيدش عن يوم، واخويا قال لي انا هروح بس ارتب شوية حاجات وارجع تاني اقعد معاكم اليومين اللي جايين. في الليلة اللي سابنا فيها بقيت اسمع صوت طفلة بتعيط. صحيت بنتي وقلت لها اللي انت بتشوفيها في الحمام دي اسمها ايه؟ قالت لي دي حزيرة، دي طيبة قوي يا ماما وزعلانة من حضرتك عشان قفلتي الحمام علشان هي كانت بتنام فيه كل يوم. قلت لها يعني ايه بتنام فيه كل يوم؟ قالت لي هي كانت بتخلص لعب معايا وبتدخل تنام فيه. امال يا حبيبتي هي دلوقتي بتنام فين؟ بتنام جنبنا على السرير يا ماما. ما بقتش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. استنيت اخويا للصبح وطلبت منه يجي نجيب حد يقرأ في البيت قرآن او ادعية او بعض الصلوات. وبعد حوالي 3 ايام متواصلة هدي تماما ومبقاش في اي حاجة الحقيقة، لكن بنتي كانت دايما بتتكلم عن حاذرة وبتقولي انها مشيت وحزينة وزعلانة لان ملهاش صحاب ولان كانت بتعتبر بنتي صديقتها. دي القصة الخاصة بمدام نهلة. تعرفوا ان احنا في مرة لو تفتكروا قلناها قبل كده معلومة ان حذرنا البنات تحديدا من العياط في الحمام، لان فكرة ان انتي تلفتي نظر الجن وتصعبي عليه دي مش حاجة حلوة خالص. تخيلي انتي في الحمام حزينة لأي سبب، واقفة قدام المراية صعبان عليك حالك وبتعيطي، انت شايفة نفسك، لكن مش انت لوحدك اللي واقفة، في كتير جدا واقفين، في منهم اللي بيبصلك بسخرية، في منهم اللي بيبصلك اللي هو مش فارق معاه، لكن في واحد من كل دول بيبقى مشفق عليك وبتصعب عليه جدا وبيقرر انه يقوم بعملية المس علشان يسندك ويقويك. لكن للأسف الموضوع بيتطور انه بيقرر انه ما يخرجش تاني ويبدأ في إذائك انت واللي حواليك. الجن ساعات بيصعب عليه اطفال الانس، ساعات كتير الحقيقة، لان هم عندهم غريزة الامومة والابوة زيك وزيك. طب هي للناس اللي سنها كبير بتسبب كوارث، طيب للأطفال بتسبب ايه؟ تحقيق شهير جدا، البعض بيقول عليه غير حقيقي والبعض بيقول عليه انه حقيقي وتكرر بأكثر من شكل. تفتكروه اتكلمنا عنه زمان زمان في برنامج على القهوة. جريدة أخبار الحوادث نشرت وقعة حصلت في قرية اسمها صفت تراب تابعة للمحلة الكبرى، عن بلاغ قدمته سيدة باختفاء طفلها اللي عنده حوالي 3 سنين. قالت كان عمال يعيط وكانت مش عارفة تخلص شغل البيت، فبتصرف أهوج غير محسوب دخلته الحمام وقفلت عليه الباب من برة. فضل يصرخ في الأول ويخبط انه عايز يخرج، بعد كده سكت، بعد كده بدأ يزعق ويصرخ الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما. جريت فتحت الباب ما لقيتش ابنها. اتصدمت
شكت ان ابنها اتخطف. كل ده اللي جه في بالها ان ابنها اتخطف وما شافتش مين اللي خطفه. هو الحقيقة اتخطف، لكن مش بالمفهوم اللي هي الام فكره. قلبوا القرية، دوروا عليه في كل مكان، ملوش اثر. اتقال عن الام انها اتجننت، لانها كانت بتقسم انها بتسمع صوت عياط ابنها جاي من الحمام، وبتسمعه بينادي عليها، وساعات بتسمع صوته هو بيضحك، وساعات بتسمع صوته هو بيبكي، لدرجة انها بقت تقعد في الحمام بالساعات تكلم نفسها، او على حد روايتها بتكلمه ومستنية يرجع ويرد عليها. زي ما قلت لكم القصة اتحكت في اكتر من بلد. البعض شايف انها قصة خرافية ما حصلتش، والبعض شايف انها قصة حقيقية حصلت بالفعل. وفكرة حصلت فين، هل في المحلة او في مكان تاني او في بلد عربي تاني، لكنها ليها اصول. حتى لو كان في نوع من المبالغة في الاحداث، لكن في جزء حصل من من الحدث ده. القصة اللي هقول لكم عليها انا دلوقتي كأحمد يونس، ممكن اكون حكيتها قبل كده وناسي، ولكن هحكيها لكم تاني، مش على لسان نادر المرة دي، انا كيونس اللي بقول لكم عليها. طفل عندنا في العيلة. مش دايما انت كأب او كأم بيبقى سهل ان انت تتابع ابنك في كل تحركاته، وخصوصا وانت نايم. فاللي حصل، طفلة عندها 6 سنين بالظبط، صحيت من النوم تدخل الحمام، وده عادي، مش لازم كل طفل هيدخل الحمام مامته هتصحى تجري وراه تدخله، وخصوصا 6 سنين مش صغيرة. لكن المشكلة ان الطفلة دي كان عندها مشكلة ان نومها تقيل جدا، ورثة ده من حد في الوالدين يعني. فدخلت التويلت او الحمام ونامت جوه الحمام. نامت مدة طويلة. الأم بقى صحيت بعد ساعة، بعد 2، بعد أكتر، الله أعلم. فما لقيتش البنت في سريرها، ولقيت الباب الحمام مقفول، فقالت إن هي أكيد طبيعي إنها صحيت تدخل الحمام أو حاجة. فخبطت مرة واثنين وثلاثة، مفيش أي رد. جريت صحت جوزها، قالت له الباب الحمام مقفول من جوة وبنتك جوة. زق الباب، الله أعلم بقى اتفتح كسره ولا فتحه بأي شكل ما. لقوها مرمية في الأرض جنب البانيو بتاع الحمام، ونايمة نوم عميق جدا. ما كانتش دي الحاجة اللافتة للنظر. اللي حصل إن البنت كانت هدومها النص اللي فوق غرقان مية. ممكن أرضية الحمام، ممكن أي سبب ما، لكن على ظهرها كان في حاجة زي ما يكون حد جاب قلم اسود وشخبط على ظهرها على اللبس بتاعها الابيض. لما شافوا المنظر ده اتفزعوا جدا، وخصوصا ان كان رسومات شبه منسقة جدا، وهي مش مفهومة ولكنها معمولة بانتظام وحرفية شديدة. اخدوا البنت جريوا على الأوضة بتاعتها، فوقوها ففاقت عادي. ايه اللي حصل؟ هي مش فاكرة اي حاجة، مش فاكرة اي حاجة خالص، حتى مش فاكرة انها صحيت من النوم دخلت الحمام. مامتها غيرت لها لبسها وخلتها تنام تاني. من بعد الحادثة دي بدأت البنت، ربنا يعافيكم يا رب ويبعد عنكم اي مشاكل، تشوف كوابيس رهيبة. الكوابيس متمثلة في انها بتشوف ولد قريب من سنها جدا بيكلمها، بيحاول يتواصل معاها، بيقول لها انا هظهر لك، انا عايز اكون معاكو في البيت، انا ماليش حد، انا محتاج يكون حد ليا اسره زيك، اشمعنى انت ليكي بابا وماما وانا ماليش. فبقت تصحى من النوم تحكي لمامتها ولباباها الموضوع، وبدات الاحلام تتطور لدرجه انها بقت تصحى من النوم تصرخ وتعيط. وانا حضرت الموضوع ده اكتر من مره للامانه يعني. فاللي حصل ان امها اخذت البلوزة او اللبس اللي كانت لابسها، البيجامة او اللي كان عليها الخطوط دي، وكانت من الاول ناوية تعرضها على حد، يقول توريها لحد يعني يقول لها ده ايه.
وريتها لناس في العيلة عندنا كبار، كل الناس أجمعت على حاجة واحدة، أعوذ بالله يا بنتي ده في حاجة غلط، تقريبا ده جن. ما هو محدش هيقول حاجة تانية، لأن كل السيناريو اللي بتحكي إن ما كانش في حد في الحمام غيرها. كلموني وسألوني على حد من المعالجين أو حاجة، فأنا بحكم اللي بحكيه وبحكم اللقاءات اللي بعملها الكتير وإن أنا بتجول في أكتر من بلد بسأل، فقلت لها على اسم حد معالج، راحت له وخدت معها اللبس. كان زي ما ممكن كتير منكم توقعوا دلوقتي، قال لها ده جن، ومن الواضح انه طفل او من صغار الجن. هي دخلت نامت في المكان بتاعه. ممكن في الاول هو اعتبر اللي بتعمله ده تعدي على مكانه، لكن لما طولت جوه في الحمام بدأ ياخد عليها، فرسم الرسومات دي، والرسومات دي ملهاش مدلول او معنى عندنا، ولكن هي من الواضح انها لغة ما او وسيلة تواصل او فتح لباب ما، الله اعلم، انه بيقول لها ان هو موجود، ولتأكيد وجوده بدأ يظهر لها في الكوابيس. طب ايه يا شيخ هنعمل ايه؟ لا مش هنعمل اي حاجة، انا هاجي البيت هنقرأ في البيت وهنرقيها الرقية الشرعية وخلافه. وبالفعل جاي وعمل الحاجات دي، والحقيقة الوضع اتحسن كتير جدا، يعني بنسبة كبيرة جدا، يعني هي الكوابيس ما اختفتش تماما ولكن قلت عن الاول تماما. انا كانت مشكلتي في الوقت ده الحقيقة في الرسم اللي مرسوم ده. حاولت اكتر من مرة ان انا اخد اللبس بتاعها ده، والدتها رفضت جدا وقالت ان الشيخ قال لها اللبس ده لازم يتحرق، يعني حتى ما يتغسلش يتحرق، يعني لازم الشكل اللي عليه ده يتحرق. فهي بتقول لي انها خايفة انها تعمل ده يكون ليه تبعيات هي مش عارفاها، ففضلت محتفظة بيه عندها في الدولاب لحد ما قررت انها تغسله. وكان التواصل بيننا وبين بعض مستمر لان درجة القرابة بصراحة كبيرة يعني. فقلت لها بس انا عاوز اشوفه، بس اشوفه مش اكتر يعني. شفته، هقول لكم بالظبط هو كان عبارة عن ايه. هي دايرة بتبدأ من النص، كأنك حطيت نقطة وعمال تلف دايرة صغيرة في دايرة كبيرة، وكأنك بتلف بإيد حضرتك كده أو حضرتك، يعني تاني نقطة وبتلف دايرة صغيرة، والدايرة بتكبر 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 وليها قطر معين، وكأنها مرسومة أو مطبوعة. بعد كده في علامات شبه الأكس، علامة الضرب الفي والأكس والحاجات دي، وبعد كده حاجات كنقط سودة كتير كده. قلت لها خلاص اغسليه وتوكل على الله وبعد كده نبقى نشوف بقى. هي الحمد لله هما دلوقتي مفيش اي مشاكل. هي المشاكل في البيت للأمانة خرجت من اطار الطفلة ودخلت في اطار العلاقة بين الام والزوج. توترت جدا 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 بشكل ما اقولكوش عليه، لدرجة ان هما حصل انفصال وطلاق مرة، وكانت الزوجة دايما بتقول انها حاسة انها مش طايقة، وزي ما الحاجات بقى بتشوفه ان هو زي القرد قدامها ومش طايقة تشوفه، ولما بيخرج من البيت بترتاح. وبدأوا بقى يدخلوا في دايرة من العلاج والطب النفسي والروحاني وخلافه. ما كانش ده اللي شغلني الحقيقة. انا الرسمة دي انا تواصلت مع حد من اللي عرفهم الحقيقة برضو، ولكن مش للأمانة هو مش شيخ، مش معالج بالكتب السماوية، هو بيقول على نفسه معالج روحاني، وأنا عارف إن هو بيعالج يعني باستخدام تسخير الجن. الشخص ده اللي بيتابع الرعب من زمان، أنا سجلت معاه لقاء كامل واتمنع إنه يذاع في الإذاعات، اترفض وحطيته على يوتيوب وللأسف اتشال برضو، جاء عليه تأكليم أو حاجة فتشال، مش عارف فاكرينه ولا لأ. قال لي نفس اللي انتوا وانا متوقعناه. قال لي هو تواصل، هو رسالة، هو بيحاول يبين ان في علاقة لن تنتهي، علاقة الشكل الدائري ده ان هو بدأ علاقة والعلاقة دي مش هتنتهي مهما حاولته. قلت له لا بس هو حصل كذا كذا وبطل. قال لي خلاص ما هو بطل، لكن انتوا حاولتوا تخرجوا الطفل بشكل ما اذاه، فجه من ينتقم مكانه.
زي ما قلنا في بداية الحلقة ان لو في اذية مننا لطفل من صغار الجن الانتقام بيبقى من كبار الجن. وانتهت القصة عند هذا الموضوع. وبصراحة يعني انا عارف ان العلاقة لازالت في البيت متوترة جدا، ولكن الطفلة ما شاء الله دلوقتي يعني هي في مدرسة وجميلة وربنا يعافيها ويبعد عنها اي شر. نادر فودة بيكمل ويقول: الجن لما بيتعاطف مع طفل من البشر ويحس انه بيتعرض لأذى بيقرر يعمل حاجة من حاجتين، يا بينتقم للطفل من البشر وبيبقى انتقامه شديد جدا وبيبدأ يتجسد ويظهر ويوصل رسالات واضحة جدا كي يتوقف إذاء الطفل نفسيا أو جسمانيا. مش كل الجن بيعمل ده، لأن طبعا أنه يظهر ويتجسد دي مخالفة لأعراف والعهود وحاجات كتير، أو بيسحب الطفل عنده زي القصة اللي قلنا عليها الطفل اللي اختفى. في قبيلة كبيرة ومعروفة في بلد خليجي بيقال إن القبيلة دي من نسل الجن، نتاج تزاوج ما بين الجن والإنس. والقبيلة دي معروفة باقتفاء الأثر وقراءة الأفكار والبحث في عالم الغيبيات، ناس كتير بتستعين بيهم للكشف عن المجرمين وأماكن تواجدهم وأمور تانية كتير. وعلى فكرة كل الخدمات دي بيعملوها مجانا تماما كنوع من المساعدة والوقوف بجوار الناس مش أكتر. أصل الحكاية دي بيرجع لعشرات والبعض بيقول لمئات السنين. أسطورة بتقول إن كان في رجل عايش في الصحراء وبيرعى الإبل، وحصلت حاجة خلت معظم الإبل بتاعته تموت من غير سبب. حزن جدا رحل وتركها وفضل ماشي في الصحراء بلا هدف بيبكي بس، وفي طريقه شاف بنت بتجري شديدة الجمال وبتصرخ، وإذا بي يرى ذئب بيطارد البنت، وطالما يعني ذئب يبقى هو خلاص هيفترسها، فقاتل الذئب وقتله وأنقذ البنت. وكانت شبه فقدت الوعي، فوقها وسقاها من المايه اللي معاه، وأول ما فاقت فقال لها أوديك فين؟ قالت له لا أنا هستنى هنا علشان والدي هاجي ياخدني. قال لها مش هينفع سيبك هنا في الصحراء لوحدك. بيقول اللي بيقال ان ظهر من العدم، حرفيا من العدم، فارس على حصان واخدها على الحصان ومشي بها في الصحراء. في اليوم التالي وصل صاحب القصة لاحدى القرى وبدأ يفكر هيعمل ايه في حياته، فبات في مكان بيأوي عابري السبيل، وإذا بي يجد شخص بيصحيه من النوم وبيقوله في حد عاوزك بيسأل عليك برا وشاور لنا عليك وقال لنا إنه هو عاوزك. طلع لقى الفارس ومعاه البنت. البنت قالت له أنا جاية لك علشان والدي طلب منا إن إحنا نسألك إيه المكافأة اللي أنت عايزها في مقابل إنقاذك ليا. انتوا عارفين طلب ايه؟ طلب غير متوقع. قال لها انا عاوز اتجوزك لو اسرتك او والدك يوافقوا. اللي حصل ان اللي بيتقال ان البنت فرحت جدا وكذلك الفارس، وقال له طلبك مجاب، بس لازم تعرف احنا مش من البشر، احنا من عشيرة كبيرة جدا من عشائر الجن، وفكرة زواج الجن من الانس موجودة ولكن في حالات نادرة ومحدودة جدا، ولك أن يجاب لك ما طلبت لأن والدها من ملوك الجن العظام، وقال أي طلب هتطلبه لازم يتنفذ ليك. اتجوزوا فعلا وعاشوا مع بعض لسنين كتير وأنجب منها بنت. لسبب غير مذكور ماتت الزوجة، وعاش الرجل مع بنته على ذكرى الأم حزين، والبنت دي بقت بعد كده جدة للقبيلة اللي أنا بتكلم عنها، القبيلة اللي نشأت نتاج التزاوج بين الإنس والجن. القبيلة دي اسمها معروف على فكرة جدا، البعض ممكن لو بحث هيعرف يجيب اسم القبيلة. هنرجع كالعادة نقول في البعض بيقول القصة حقيقية والبعض بيقول هي قصة أسطورية توارثتها الأجيال مش أكتر.
نروح لموريتانيا في نواكشوت، منزل معروف جدا لأهل البلد إنه بيسكنوا صغار الجن فقط. كل اللي شافوهم أجمعوا على رواية واحدة، 3 أطفال رأسهم محلوقة تماما، سنهم من 5 لـ6 سنين، لون أجسامهم البشرة لونها أحمر. الستات ما بيشوفوهمش، السيدات ما بيشوفوش الأطفال. كل الشهود والشواهد إن رجال فقط هم اللي بيشوفوا الأطفال دي. لو ست دخلت البيت ما بتتأذيش، ما بتشوفهمش، لكن اللي بيحصل لأن أي رجل بيظهر في البيت ده أو بيسكن فيه بيتعرض لأذى شديد جدا، وما بيقدرش أصلا يبات في البيت، بيتعرض لهجمات وبيتعرض لتقطيع ثيابه، وبيلاقي نفسه تاني يوم فقد الوعي برا البيت. إحدى الأسر الأفريقية اللي جات موريتانيا وسكنوا في البيت ده حاولوا يتخلصوا من الجن الموجود في البيت باستخدام السحر الأسود، يعني جابوا من الآخر وعملوا طقوس خاصة بيهم ورشوا البيت بدماء لبعض الطيور، ولكن الموضوع برضو منجحش. ولكنهم خرجوا بقصة ونهاية قالوها في الآخر، الثلاث أطفال دول أبوهم من الجن قتل أمهم، فبقى عندهم مشكلة مع كل ذكر سواء كان إنس أو جن، فأي هو بيشوفه أو يقترب من البيت اللي هم مقيمين فيه لازم يتعرضوا له بالأذى. مش أذى اللي هو الأذى الكبير، ولكن اللي هو نوع من التنفير، وزي ما بيقولوا بالمصري كده والبلدي كده بيطفشوه من البيت، وبيبحثوا عن أم بديلة. الأسرة الأفريقية اللي دخلت البيت، الأم اللي كانت موجودة أو الجدة تحديدا، الأم الكبيرة الموجودة، قالت إنها شافتهم وهم 3 أطفال في منتهى الطيبة، وكل اللي بيطلبوه إن حد يحنوا عليهم ويعملهم كويس. برضو نادر بيكمل وبيقول، السيدة هيهميم قابلتها تحديدا في مركز شباب الجزيرة لأنها بتروح هناك دايما، حكيت لي أنها متجوزة بقالها 5 سنين. بتقول في يوم رجعت البيت بعد ما خلصت الشغل وكان زوجي لسه مرجعش، أول ما دخلت سمعت صوت أطفال كتير بتلعب في البيت، ولكن بحكم من الجيران والحاجات دي فقلت الصوت ده أكيد جاي من شقة من شقق الجيران. كان جوزي هيجي متأخر من الشغل، فدخلت غيرت هدومي ومددت كده على السرير شوية أرتاح. سمعت صوت الأطفال في الأوضة معايا. بتقول كانت عينيها زي ما يقولوا كده غفلت، ففتحت عينيها لقيت قدام السرير 5 أطفال قصيرين جدا، جسمانيا مليانين دخان يعني شوية، قاعدين في الأرض وبيلعبوا زي اللعب اللي هي البدائية بتاعت الأطفال. بتقول أنا لساني اتشل وما بقتش عارفة أعمل حاجة، مش قادرة حتى أغمض عيني علشان أقول إن ده كابوس، وفتح عيني وغمضها أكتر من مرة عشان أشوف. أنا كل حواسي اتشلت قدام المنظر اللي أنا شايفاه قدامي، 5 أطفال شكلهم غريب جدا على السجادة اللي على الأرض قدام السرير بيلعبوا مع بعض بمنتهى البراءة. واحد فيهم لمح ان انا شايفاهم، تقريبا قال لهم، كلهم بصولي وقاموا وقفوا وتحركوا بمنتهى الهدوء وخرجوا من الأوضة. فقدت الوعي، انهارت، حصل حاجات كتير قوي بعدها، واتهمت ان انا بخرف وان انا كنت ما بميزش ما بين الاحلام والحقيقه وان انا بعاني من هلاوس. لكن اللي حصل بعدها ان انا بقيت اشوفهم اكتر من مره، بقيت اشوفهم دايما بيجروا ما بين اوضه للتانيه، ابقى خارجه من المطبخ اشوف حد منهم بيجري في البيت، واصواتهم هي نفس اصوات الاطفال العاديه جدا، صوت اطفال بتضحك وبتلعب. كل اللي كان عليا ان انا بطلب من زوجي نسيب البيت، انا مش هقدر اعيش في البيت ده تاني. قال لي طيب احنا هنعمل حاجة ولو ينفع ما تاخديهاش بمحمل سيء. قلت له ايه؟ قال لي هنروح لدكتور نفسي. وافقت، قلت ممكن اكون بعاني من هلاوس بصرية وسمعية، ما عنديش مشكلة ومحتاجة اتعالج. بدأت زيارات الطبيب النفسي وبدأت اخد ما بين مهدئات وخلافهم العلاج النفسي المعتاد،
لحد ما كنا في الجلسة التالتة ومروحين. كانت الساعة حوالي 10 بالليل، طالعين على السلم بتاع العمارة، قابلتني جارتنا. لقيتها بتقول لي: هو ينفع تسيبوا أطفال يلعبوا في البلكونة من غير ما حد يبقى كبير معاهم؟ ده أنا نزلت خبطت على الشقة يجي 100 مرة علشان يفتحوا لي أقعد معاهم أو أخدهم عندي. هو يصح كده يا أستاذ؟ يعني لو حصل لهم حاجة، مش ولاد قرايبكم دول ولا من العيلة، إزاي تسيبوهم في البلكونة كده وما يبقاش معهم حد كبير؟ أنا معلقتش، لكن جوزي قال لها: وحضرتك شفتيهم إمتى؟ قالت له: بقالهم يجي 3 ساعات بيلعبوا، وبقيت أميل من البلكونة من فوق من عندي وزعق: ادخل يا واد، ادخل يا بت، ما ينفعش اللي بتعملوه، وانادي عليكم انتوا الاتنين، لكن معرفش ان انتوا الاتنين سايبينهم كده وخرجتوا. اتكلمت صاحبة القصة وبتقول: قلت لها كانوا 5 صح؟ قلت لها: تقريبا كانوا 5، هم صغيرين قوي، يعني ما ينفعش كده يتساب. بصيت لجوزي وقلت له: صدقت ان انا مش مجنونة؟ واخدنا بعض وطلعنا الشقة. طبعا ما شافش اي حاجة وما فيش اي حاجة ظهرت، لكن جوزي كان بدأ بشكل او باخر يقتنع. توقفنا عن زيارة الطبيب النفسي ولجأنا للعلاج الروحاني. مع اول جلسة من جلسات العلاج، اول كابوس شفته، شفت الخمس اطفال بيعيطوا واقفين حواليا وانا نايم على السرير وبيقولوا لي: احنا ما عملناش ليكي حاجه، احنا كنا بنلعب هنا علشان هنستنى ابنك اللي يجي ونلعب معاه، احنا صحاب. صحيت من النوم، طلبت من جوزي، قلت له: هنوقف العلاج الروحاني، هما ما عملوا ليش اي حاجه. ثار وغضب جدا وقال لي: ايه اللي بتقوليه ده؟ انت بتخرفي، انت كده خلاص اتجننتي رسمي. انا من الاول ما صدقتش الموضوع، واضح ان انت بقى اللي بتقولي كلام غريب. وكانه نسي اللي الجاره قالته. سكت وحضرت الجلسه الثانيه. الجلسه الثانيه بعد ما بتخلص ببقى مرهقه جدا ومنهكه جدا ونمت. شفت الاتي: كائن غريب، جسمه شديد السواد، طويل جدا ونحيف جدا، عليه حاجة تشبه القشور، ليه ديل طويل في الأرض، وشايل في إيده طفل غير الخمس أطفال اللي كانوا حواليه اللي أنا بشوفهم. وجه جنب السرير بتاعي وحط الطفل على السرير وبدأ الخمس أطفال يلعبوا تاني. صحيت من النوم وأنا مقررة إن ممنوع أي جلسة تحصل تاني، وقد كان. بعد أيام اكتشفت إن أنا حامل، وبعد ما بطلت جلسات العلاج الروحاني رجعت أشوفهم تاني، ما بين أحلام ما بين حقيقة، لكن زوجي ما شافش أي حاجة. هتصدقني لو قلت لك ان انا بقيت بتعامل معاهم ان هم اولادي فعلا؟ خلصت صاحبة القصة بتاعتها وقلت لها: وخلفتي؟ خلفته طبعا، وما تخافش انا ما خلفتش عفريت ولا حاجة، ده كويس جدا الحمد لله. طيب انا ممكن اشوفه؟ لا طبعا، يعني ايه تشوفه؟ يعني اشوفه ولا ايه المشكلة هي؟ لا طبعا، انا حكيت لحضرتك، يعني بما انك صحفي مشهور وانت كاتب في الجورنال عندك ان انت عايز قصص وحكايات وهتلتزم المهنية وانك ما تجيبش سيرة اسامي، يا فندم انا ما بقولش لحضرتك هقول اسامي ومش هصوره ولا هتكلم عنه، انا بس عاوز اشوفه واسلم عليه. وانا بقول لحضرتك لا، مش هتشوفه، ابني طبعا ما ينفعش يظهر في الحاجات دي. وحضرتك مرتبكة ليه؟ انت مش بتقولي ان هو كويس ومش عفريت؟ ايوه طبعا كويس. خلاص يبقى مفيهاش مشكله ان انا اشوفه،
انت اشتركتي في الـ في الـ في الـ في الفقره والـ الـ في الاخر الـ التحقيق وبعتي لي وانا جيت لك، فطالما انت وافقتي وارتضيتي بانك يكون ليكي قصه او جزء من التحقيق الجاي، انا بس ما طلبتش طلب غريب يعني، انا طلبت ان انا اشوفه اتعرف عليه. وبعد ما تشوفه وتتعرف عليه يعني هتعمل ايه يعني؟ ولا اي حاجه. انا مش فاهم انت واخده الموضوع برضو بحده ليه، الموضوع ابسط من كده بكتير. هو الموضوع مش مساله ابسط او مش ابسط، انت صحفي بتسمع اللي انا بقولك عليه وخلاص. انت لا معالج ولا انت مخاوي ولا الحاجات دي عشان تقول لي اشوفه وعالجه واعمل له اي حاجه. انا ما قلتش ان انا هعالج. اعالجه من ايه؟ حضرتك اللي قلتي انه عاوز يتعالج. انا هقوم بعد اذن حضرتك. قامت وسايبالي لغز، لغز كبير مش قادر اتجاوزه ومش قادر اعمل نفسي مش واخد بالي. انا مقرر بس محتاج منكم الدعم، مقرر ان انا هدور وراها لان اكيد وراها حكاية وحكاية كبيرة، واكيد اللي اتحكالي ده جزء صغير جدا من الحقيقة. محتاج تشجيعكم ان انا ابدأ ادور. ياريت تشجعوني بكلامكم وتعليقاتكم الطيبة علشان ابدأ ادور، لاني خلاص حطيت الموضوع في ده في دماغي ومتأكد ان في تحقيق هايل في انتظاري. شكرا. كان معكم نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. شكرا لصديقي أحمد يونس على نقل كل القصص اللي ببعتها لي، وأنا بشكرك يا نادر وبشجعك وبقول لك أنا مستني شخصيا القصة ومستني التحقيق ده، لأن أنا يعني أنا تشديت شخصيا، وانا بعتقد برضو اللي هيتابعونا على اليوتيوب برضو يكتبوا يا نادر عايزين التحقيق ده كلنا في اقرب وقت ممكن. يعني بطلب كمان من اللي بيتابعونا ياريت تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا علامة الجرس، وما تحرموناش من اللايك الجميل بتاعكم للفيديو، وتنشروا قناة احمد يونس على يوتيوب. شكرا لكم، واكيد عندنا كل اسبوع حاجة مختلفة. كده خلص الموسم الاول من سلسلة نادر فودة كائنات الظلام، واوعدكم ان انا هفضل ازن على نادر عشان يشتغل في الموسم الثاني بسرعة جدا. هتوحشونا من هنا الاسبوع الجاي، وان شاء الله يكون عندنا قصة رعب جديدة. اللي عايز يبعت قصص رعب نقراها في قناة احمد يونس على يوتيوب، هيدخل على صفحتي على فيسبوك، صفحة احمد يونس AHMAD يونس YOUNES. الصفحة فيها فوق 1,700,000، وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء الفيريفيكيشن، فبتبعت رسالة على الصفحة وبتكتب فيها قصة الرعب بتاعتك ولكن في ملف وورد علشان نعرف ننسقها ونحطها في قصص الرعب. شكرا، وزي ما بيقولوا ايه، اقعدوا بالعافية.